الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم أو صباحكم بكل خير. جمعة مباركة لكل مشاهدين الأفاضل. أنتم تشاهدون قناة الشروق وبرنامج صباح الجمعة الذي تعودتم على مشاهدته ابتداء من الساعة 10:45 وحتى منتصف النهار بتوقيت الجزائر. نرحب بكل المشاهدين الافاضل ونرحب ايضا بالزميله ساره مبارك. مرحبا صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير مشاهدينا اينما كنتم. جمعه مباركه. اهلا وسهلا بكم في برنامجكم صباح الجمعه الذي يطل عليكم اليوم وكل اسبوع وكل يوم جمعه. اهلا وسهلا. مجموعه من الاركان، مجموعه من الخدمات التي نقدمها لكم طيله ساعتين ونصف من الزمن. نعم، نبداها دائما بحديث الصباح وايضا الأخبار في أسبوع، وفي ركن ضيف الجمعة أو ضيف صباح الجمعة نناقش موضوع من المواضيع التي تهم العائلة الجزائرية. موضوع اليوم هو تراجع الأبناء أو تراجع الدراسي لدى بعض التلاميذ وطرق وآليات حله ومرافقة أولياء الأمور لأبنائهم المتراجعين دراسيا. صحيح. بالإضافة إلى ركن يوميات دون أخطار سنسلط الضوء على ظاهرة مهمة جدا ألا وهي استعمال الأطفال للشاشات الإلكترونية ومخاطر الشاشة والمكتسبات التي يتلقونها من الشاشات الإلكترونية. بالإضافة إلى ركن معالم هذا الذي سنزور فيه ولاية جيجل هاتي العروس عروس المتوسط، بالإضافة إلى أخبار إلكترونية. نعم، أخبار إلكترونية مع الزميل فضيل حسام. بالإضافة إلى ركن اختر ضيفك والذي نستضيف فيه أحد المنشدين من ولاية بوسعادة وقدوته الذي الذي سيحضر معه للحديث عن أهم أهم الأحلام، أهم الأهداف وأهم الطموحات. صحيح. بالإضافة إلى هذا سنستقبل أول اتصال لصبيحة اليوم. ألو، مرحبا، جمعة مباركة. جمعة مباركة. صباح النور. مرحبا. أهلا. أهلا وسهلا. مرحبا بك. الله يحفظك، صبحنا عليك. أنت أول متصل معنا صبيحة اليوم، مرحبا. ألو. نعم نسمعك، تفضل. مرحبا. اتصلت باش نشكركم على هذه الحصة. الله يحفظك. منين أنت؟ منين؟ مش من ولاية؟ ولاية بويرة وبرج خريص. الله يبارك. مرحبا بك يا سيدي، مرحبا وتحية ليك من خلالك، ليك ومن خلالك لكل سكان ولاية البويرة وسكان برج الخريص. بارك الله فيك. دائما تشاهد صباح الجمعة ولا اليوم فقط؟ لا لا تشاهد. نعم. أيوة، أسبوع اللي فات وأسبوع هذا. أيوة، مرحبا بك. مرحبا، مرحبا بك أختي، الله يحفظك. اليوم فيه مواضيع مهمة على ما أظن. عندك ولادك يقرأوا؟ انقطع الاتصال. نشكرك. نعم. على اول اتصال اتصلت بنا من البويره. نعم، شكرا لك. واللي عندنا ايضا تفاصيل فنيه مع الياس نجيمي. وش نعم. جبنا اليوم محمد؟ الياس حتى نخلوها مفاجاه للمشاهدين الافاضل حتى نهايه طيب. الحلقه من صباح الجمعه واولى الفقرات في هذا الصباح، الاخبار في اسبوع مع الزميله نجيه دغموم. نعم. طيب نروحوا هذا الفاصل ثم نعود للاخبار الاسبوعيه مع نجيه دغموم. نرحب بالزميلة نجية دغموم الحاضرة معنا. مرحبا بك نجية. صباح الخير محمد. أهلاً. صباح الخير سارة. أخبار الأسبوع، أهلا بكم. بعد شرخ استشرى لعقدين من الزمن بين النظام السابق ووسائل الإعلام، وكان هذا بشكل مفتعل، الرئيس عبد المجيد تبون ومع نهاية هذا الأسبوع وضع حدا لهذه القطيعة من خلال اجتماع نظمه بقصر المرادية، وكان في مقابلة صحفية مع مدراء وممثلي المؤسسات الإعلامية. الرئيس عبد المجيد تبون وكان هذا اللقاء قد وعد به خلال فوزه بكرسي المرادية على أن يتبع بلقاءات دورية مع مدراء وممثلي الساحة الإعلامية. اللقاء الذي جمع تبون بممثلي الإعلام في الجزائر تم التطرق خلاله إلى العديد من النقاط المتعلقة بالحقل الإعلامي الجزائري، سواء ما تعلق بحرية التعبير، وضعية الصحفيين، وأيضا توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الإعلامية المختلفة. كذلك تم التطرق إلى عدة قرارات وإجراءات سيتم اتخاذها لاحقا، سواء ما تعلق بالقطاع التربوي وإعادة النظر في وضعية التلميذ، وكذلك رفع تطبيق
الإيديولوجيات على المنظومة التربوية. قطاع الصحة أيضا تم التطرق إليه، وكذا الاقتصاد وأيضا الاستثمار وغيرها من المجالات والنقاط التي تم طرح أسئلة بشأنها من قبل مدراء وممثلي المؤسسات الإعلامية. أيضا الساحة الوطنية شهدت خلال هذا الأسبوع، وقبل أن يطير الرئيس عبد المجيد تبون إلى برلين، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء استثناء يوم السبت، قام خلاله بإعطاء صلاحيات تعيين إطارات في الدولة إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد، كما أنه قام باتخاذ والإعلان عن العديد من القرارات والإجراءات المتعلقة بقطاعات مختلفة. أكد خلالها على ضرورة التزام مختلف المسؤولين أو الوزراء في قطاعات الحكومة بقيد الغلاف أو القدرات المالية للجزائر. أيضا النقطة التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام في هذا الاجتماع هو تأكيده في الجانب الصحي على ضرورة التوفير خدمات صحية ترقى إلى مستوى المريض الجزائري، خاصة في الاستعجالات وما تعلق بالمرأة الحامل، وهذا بعد الفيديوهات التي انتشرت وتم تداولها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالات جد خطيرة تم رفضها. إلى موضوع آخر الآن، وأيضا نبقى مع الساحة الوطنية الجزائر وعودة الجزائر إلى الساحة والريادة في القضايا الدولية. فبعد مشاركته في قمة برلين ودعوته إلى تنظيم لقاء يقوم بجمع دول الجوار في الجزائر من أجل مناقشة الأزمة الليبية، عقد أمس الخميس اجتماع وزراء الخارجية لدول الجوار في الجزائر، شاركت فيه العديد من الدول، مالي، تشاد، النيجر، تونس، مصر، وأيضا حضر وزير الخارجية الألماني. اللقاء تم الخروج فيه بنقطة أساسية، وهي ضرورة دعم المسار السياسي ورفض أي تدخل أجنبي مسلح في ليبيا، وهي النقطة التي التقى فيها اجتماع دول وزراء خارجية دول الجوار مع اجتماع برلين. أيضا نشير أنه ينتظر أن ينزل أو يحط بالجزائر غدا السبت الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، على أن يكون الملف الليبي في أولويات جدول أعماله. إلى موضوع آخر الآن شهدته الساحة الوطنية وأثار الرأي العام وأحزنه، ألا وهو حادث الوادي. نتائج التحقيق الأولي حول الحادث تقول بأن التجاوز الخطير لأحدى الحافلتين كان سببا في هذه المجزرة. على الواحدة صباحا كل سائق للحافلة يقوم بقيادة حافلته بشكل عادي، الركاب إما كانوا نائمين أو أنهم مستيقظون ينتظرون تخطيط أو يقومون بالتخطيط لما سيقومون بهم بمجرد وصولهم إلى المحطة المقصودة. إحدى الحافلتين التي تعمل إحداهما على الخط الرابط بين سطيف ورقلة والأخرى جيجل ورقلة قام بتجاوز خطير، تجاوز سيارتين بسرعة فائقة، لم ينتبه إلى وجود حافلة أخرى تقوم أو قادمة من الاتجاه الآخر، حدث الاصطدام وكانت الفاجعة والمجزرة التي أدت إلى تسجيل 12 قتيلا و46 جريحا، أحد الجرحى لم يسلم من الإصابة البالغة وتوفي هو الآخر. كانت فاجعة نقدم إثرها تعزينا الخالصة لسكان الوادي ولكل العائلة الجزائرية التي كانت ضحية في هذه المأساة. ننتقل الآن إلى شبح كورونا الذي اجتاح العالم، وهو وباء عالمي دقت العديد من دول العالم ناقوس الخطر حوله. نعود فقط إلى المنشور الأول في الفيديو، حيث أن الخطوط الجوية الجزائرية أكدت أنها تراقب الوضع وتفشي
فيروس كورونا في العالم وخاصة في الصين والدول المجاورة، نظرا لأن هذا الفيروس ينتشر بشكل رهيب، على اعتبار أن الوسيلة الخاصة أو أن انتقاله يتم عن طريق الهواء والجهاز التنفسي. الخطوط الجوية الجزائرية أكدت أن المنظمة لم تدعو أو لم تفرض أي إجراءات خاصة بالسفر أو التنقل على القادمين من الصين، لكنها تراقب الوضع، في حين أن الصين الشعبية والتي تعاني من هذا الخطر الدائم الذي ظهر بشكل مباشر في منطقة ووهان الصينية، وضعت الحكومة الصينية بموجبه 8 أو 11 مليونا صينيا تحت الحجر الصحي في محاولة منها من أجل السيطرة على انتشاره، لكنها فشلت في ذلك، حيث أن هذا الفيروس انتشر أيضا إلى مدينة هواينغانغ، ليصل عدد الصينيين المفروض عليهم الحجر الصحي إلى 18 صينيا. أيضا دول أخرى سجلت بعض الحالات للمصابين بفيروس كورونا كأستراليا أمس أعلنت عن تسجيلها، أيضا اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. نشير فقط أن هذا الفيروس ظهر في الصين بين سنتي 2002 و2003 وأدى إلى وفاة 8000 شخص. إلى موضوع آخر أو إلى خبر آخر شهدته الساحة الدولية الآن، ألا وهي محاكمة الرئيس الأمريكي. هو ثالث رئيس أمريكي يتم محاكمته برلمانيا بعد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون سنة 1999، ويحاكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة وأيضا المساس بالكونغرس. الديمقراطيون وخلال المحاكمة البرلمانية حاولوا أن يعيقوا سير المحاكمة من خلال التأكيد على الإجراءات التي تم اتباعها، لكنهم فشلوا في ذلك. القضية ترجع بشكل أساسي إلى محاولة الرئيس الأمريكي حسب الديمقراطيين التأثير، وحسب أيضا ما يشير إليه المحللون السياسيون، إلى التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها قريبا، حيث أنه حاول الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل فتح تحقيق فيما يتعلق بمنافسه المنتظر في الانتخابات القادمة، ويتعلق الأمر المترشح جون بايدن الذي اتهم أيضا بالفساد وبسوء استغلال الممتلكات أو السلطة التي منحت له آنذاك، حيث أنه وجه طلبا إلى الرئيس الأوكراني من أجل فتح تحقيق حول ممتلكاته والحصيلة المالية لجون بايدن. ينتظر أيضا أن تكون الإجراءات المتخذة واهية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على هذه الاتهامات قبل بدء المحاكمة بالقول إنها فخ خادع أو محاربة أو طريقة بذيئة من أجل القضاء عليه كند قوي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. ختام أخبار الأسبوع لهذا الجمعة، شكرا لكم، العودة إليكم محمد وطهارة. شكرا نجية على هذه الأخبار، الله يحفظك. شكرا جزيلا محمد. الآن نروح لحديث الصباح مع الشيخ يوسف بن حليمة، لكن بعد هذا الفاصل. بترحاب أو نرحب بكل من التحق بنا الآن لمشاهدة صباح الجمعة، الآن مع حديث الصباح مع الشيخ يوسف بن حليمة، والذي نناقش فيه موضوع التوبة والاستغفار. سارة، طيب هذا الموضوع مهم جدا، التوبة والاستغفار، لأنه الإنسان يحاول دائما أن يجدد الالتقاء بالله، أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. التوبة والاستغفار فضيلة الشيخ يوسف بن حليمة عفوا تمحو الذنوب وتذلل الصعاب وأيضا تفتح الأبواب. كيف نتوب إلى الله؟ ما هو مفهوم التوبة الحقيقية إلى الله؟ والفرق ما بين التوبة والاستغفار؟ بارك الله فيكم على هذه الاستضافة الطيبة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإنسان لما خلقه الله سبحانه وتعالى جعله يخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
الإنسان غير معصوم في هذه الحياة الدنيا، بالتالي يمكن أن يخالف الصواب، فهو محتاج بين الحين والآخر إلى أن يصحح خطاه وإلى أن يرجع إلى جادة الصواب. ومن ثم هناك باب التوبة الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهو أول المقامات، بل هو يصاحبنا في جميع حياتنا، في جميع مقامات حياتنا نحن نحتاج إلى التوبة في كل يوم وفي كل حين وفي كل لحظة. فنحن إن لم نخطئ ممكن نقصر في أداء الواجب، لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا دون استثناء أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح كل الفلاح في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنوب ومما يقع فيه الإنسان. والاستغفار من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح عليه السلام قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتوبة والاستغفار ثمرتها عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. جاء رجل إلى الحسن البصري رضي الله عنه يشكو من الجفاف والقحط، فأمره بالاستغفار، قال استغفر الله. وجاء رجل ثاني يشكو الفقر وقلة ذات اليد، فأمره بالاستغفار، قال استغفر الله. وجاء ثالث يشكو من العقم وانعدام الولد، فقال استغفر الله. كان واحد يسمع هذه الإجابات الثلاث على نفس السؤال، قال يا إمام كيف هذا تجيبه؟ يسألون أسئلة مختلفة وتجيبهم نفس الجواب، تأمرهم كلهم بالاستغفار. قال يا هذا، ألم تقرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون. نعم، لكن شيخ كيف يمكننا أن نجمع بين الأخذ بالأسباب والدعاء؟ تعرف، نعرف جميعا قصة سيدتنا مريم عليه السلام حينما كانت تحت جذع النخلة، كانت يعني تستطيع أن يعني تدعو الله سبحانه وتعالى فقط حتى يسقط عليها الرطب، ولكن في القرآن الكريم جاء مناديا، يعني ربي سبحانه ينادي مريم هزي. يعني كيف نجمع بين الأماني، بين الأحلام، بين الدعوات وبين الأخذ بالأسباب؟ طبعا الإنسان في هذه الدنيا مكلف وهو مسؤول عن أفعاله، وهو المخلوق الوحيد لعله مع الجن، هم اللي مكلفين من الله سبحانه وتعالى، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتكليف وبالأخذ بالأسباب. وفي سورة الفاتحة التي نقرأها في صلاتنا في اليوم على الأقل 17 مرة، ربي سبحانه وتعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله نعبده أي نأخذ بالأسباب ونستعين به. الأسباب وحدها لا تكفي، والاستعانة وحدها عجز، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ بالأسباب. في سورة الكهف التي أمرنا أن نقرأها يوم الجمعة حينما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين، قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. يعني أخذ بالأسباب، أسباب القوة، أسباب التمكين. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأعطاه قدرات، أعطاه قدرات عقلية، قدرات جسدية، يستطيع أن يتحرك، ومن ثم أمره بالحركة، ثم الله سبحانه وتعالى يعينه. الحقيقة أن الإنسان في بطبعه ضعيف كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه من عدم، وهو الذي أمده بهذه القدرات وأمره أن يستعملها ووعده بأن يعينه. إذا لابد من أن يأخذ الإنسان بالأسباب، ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا الدعاء، الدعاء من الأسباب التي نأخذ بها. وفي سورة آل عمران لما يتكلم ربي عن أولي الألباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كل هذه أدعية. ماذا يعلق الله سبحانه وتعالى بعدها؟ يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ننتبه هنا ما قالش أني لا أضيع دعوة داع منكم، أني لا أضيع عمل عامل منكم. بمعنى نفهم من هذه الآية أن الدعاء لا يستجب إلا إذا سبقه عمل صالح، ومن ثم كان دعاء الصائم مستجابا. صحيح. وكان دعاء المسافر لطلب الرزق والجهاد في سبيل الله والسعي على العيال ونشر العلم وطلب العلم، كان الدعاء تاعه مستجاب. وكذلك دعاء الوالد على والده مستجاب. لماذا؟ لأنه ربى هذا الولد وتعب في تنميته، ومن ثم كان الدعاء مستجاب. أنا دائما أشير إلى هذه الملاحظة، أنه لا يمكن أن تدعو الله دون أن تقدم شيئا. حتى الصدقة، يعني حينما تتصدق بمال اتبع هذه الصدقة بدعاء، فأحرى أن يستجاب لك. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني يكون في عبادة، يكون في طاعة فيستجاب له. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه كذلك في الثلث الأخير من الليل، في قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني شوف في وقت السحر يعني يستغفرون. والحقيقة إنها لفرصة عظيمة. أنبه مشاهدي قناتنا الكرام إلى هذه الساعة المباركة. في كل ليلة، في كل ليلة إذا جاء الثلث الأخير من الليل ينزل مولانا سبحانه وتعالى، المولى تبارك وتعالى، نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيعطى حتى ينفجر الفجر. هذه فرصة لنا كل يوم أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء للاستجابة. وفي يوم الجمعة كذلك، هذا اليوم المبارك، هناك ساعة تفتح فيها أبواب السماء، يستجيب الله فيها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم العظيم، قال هذا يوم فيه خلق الله آدم، وفيه تاب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. هذه أربع أحداث عظيمة. لذلك كان هذا اليوم بالنسبة لنا يوم عيد، لأن فيه خلقنا. أيها الإنسان خلقت في هذا اليوم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرك أن تسعد في هذا اليوم، لأنه يوم عيد، عيد للمسلمين، لأن أول يوم خلقنا فيه هذا اليوم، خلق فيه آدم عليه السلام، وهو آخر يوم في حياة الإنسان، فيه تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى جعل فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم الأغر، وأكثروا من الدعاء. عندك حاجة، عندك يعني أنت فقير تحتاج إلى غنى، أنت مريض تحتاج إلى عافية. فضيلة الشيخ، في هذا الصدد بالذات، نعم، الواحد فينا يقول ساعات أنه توبته ناقصة. عفوا، لأنه قبل أيام صلينا صلاة الاستسقاء، ويعني كان فيه القليل من الأمطار، أمطار نعم. الخير هنا، وش راح نديروا؟ هل توبتنا ناقصه؟ هل ما يعني نعم. هذا جواب من الله عز وجل. كيف نعم. التوبه تكون صحيحه حتى انه الله سبحانه وتعالى يستجب لنا بالطريقه نعم. فيما يخص صلاه الاستسقاء، ماذا قال العلماء؟ اولا، قبل ان نصلي يجب ان نتوب الى الله توبه نصوحه، تجديد التوبه مع الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، وصيام ثلاثه ايام، نصوم ثلاث أيام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، نجوع فيها ونضعف هذه النفوس حتى تكون أقرب إلى الله، نتخلص من المظالم. المشكلة الكبيرة اللي رانا واقعين فيها هي الذنوب المتعدية، الغيبة، النميمة، السخرية، الكذب، البهتان، الافتراء، خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحنا نسمع الكلام البذيء وتردي الأخلاق. كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا؟ لابد أن نرجع إلى الله ونتوب إلى الله. هذه التوبة يجب أن تكون توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
توبة نصوحة، مش توبة تاع يعني ساعة ثم نرجع إلى غفلتنا ثم نرجع إلى مظالمنا. لابد أن نصحح الخطأ، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب غني عن عذابنا. يقول في القرآن الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله غني عن عذابنا. مشكلتنا المشكلة راهي فينا، احنا لازم نصحح أحوالنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني كاين ضمانان لنا من العذاب. الضمان الأول هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان موجود هو ضمان لا ينزل العذاب على أمته ومحمد موجود بينها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لا ينزل العذاب بأمة محمد وشرعه مطبق. هذا المعنى الثاني. لو طبقنا واش قال ربي ومشينا على الطريق المستقيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مشكلة فينا، يجب أن نراجع أخطاءنا ويجب أن نستغفر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسأل الله أن يرفع عنا العذاب. أمين. اللهم رفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وفي آخر سورة البقرة هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم شيخ، بالحديث عن نزول المطر، ربما من أسباب نزول المطر هو الأخذ بأسباب استجابة الدعاء، وأيضا الأسباب العلمية. يعني غير ممكن، ربي سبحانه على كل شيء قدير، ولكن الأمطار ربما نادر ما تنزل في المناطق اللي ما فيهاش حملات تشجير، فأعتقد أنه هذه أيضا من الأسباب العلمية اللي ينزل بها المطر مع الدعاء. طبعا هو هناك أسباب كثيرة نأخذ بها. أولا، حينما ينزل المطر هل زرعنا الأرض؟ هناك آلاف الهكتارات البور، يعني بور. نعم. يعني ربي سبحانه وتعالى إذا شكرنا هذا النعمة، كيفاش نشكر النعمة هذه؟ ينزل الغيث عنا أرض، أن ما نخلوهاش بور، يعني نزرعها، نغرس الأشجار، أشجار الزيتون، أشجار النخيل. الآن الصحراء تاعنا أصبحت جنان، يعني يمكن أن نستثمر فيها، فيها مياه باطنية لا حصر لها. مشكلتنا احنا أننا الكسل، الكسل مصيبة من المعاصي الكبيرة التي نقع فيها. صحيح. هو الكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. هذه أمور ثمانية، آفات ثمانية يجب أن نتخلص منها. الهم يعني الخوف من المستقبل، والحزن الرجوع إلى الماضي، والعجز والكسل يعني الإنسان تلقاه عاجز وكسول، والعجز والكسل يقترنان. حينما يتعود الإنسان الكسل يصبح فيه خاصية ويصبح عجز، ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش، يصبح فعلا ما يقدرش. علاش؟ علاش غيرنا يعني تقدموا وإحنا تأخرنا؟ علاش غيرنا الأرض أحيوها، يعني رجعوا صحاري جبال رجعوها جنات، ونحن أرضنا أرض يعني خصبة فيها كل يعني أسباب الرخاء؟ لماذا يعني أصبحنا عاجزين عن العمل؟ شبابنا اليوم يعني تقول له روح تخدم، ما يحبش، يحب ياخذ يعني ياخذ حقه دون أن يقدم واجب. أنا دائما أؤكد على هذه القضية، كل مجتمع أراد أن ينهض يجب عليه أن يقيم هذا الميزان بين الحقوق والواجبات. ما يمكنش تدي حق إلا إذا أديت واجب. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما نصبحوش راقدين الـ 11 ونستناو الأرزاق تجينا. من أسباب الرزق، أقول لك يا أخي محمد، من أسباب الرزق الباكور، بورك لأمتي في بكورها. احنا يا الناس تبات سهرانة وفي الصباح تصبح نايمة، الوقت تاع طلب الأرزاق. الفلاحين تاعنا زمان كان ينوض يصلي الفجر ويتوكل على الله ويمشي ويرزق ربي سبحانه وتعالى. الأمة كانت محتلة ومع ذلك ما كانتش جائعة، كانت تكتفي ذاتيا. كان الفلاح يخزن الحبوب، يخزن القمح والشعير والفول ومختلف البذور، ويربي الأغنام، وعايش مستقل عن العدو، مقاطع
السلع تاع العدو مكتفي ذاتيا. نعم. كيفاش في الوقت هذاك اللي كنا يعني عايشين في الجبال وعايشين حياة تقريبا بدائية وكنا مكتفين ذاتيا، درك مع الوسائل الحديثة في الفلاحة والزراعة والصناعة نبقاو نعانيو من الفقر والاحتياج، نحتاجو نجيبو الحليب من برا ونجيبو الدواء من برا ونجيبو الحبوب من برا. صحيح ولا غير؟ الحديث صحيح. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. شكرا جزيلا لك على الموضوع التوبة والاستغفار. شكرا جزيلا لك. شكرا لك شيخ على القدوم، بارك الله فيك. الله يبارك فيكم. لاحظك احنا مشاهدينا دائما يبكروا او في برنامج صباح الشروق حتى واليوم عطلة. صحيح. ولكن دائما يبكروا حتى يشاهدوا البرنامج وايضا يقضوا صوالحهم واموراتهم. الله يحفظك شيخ. شكرا لك. الله يحفظك. ونراكم الان سارة. لكل مشاهدي قناة الشروق، قنوات الشروق، وبالأخص اللي يشاهدوا فينا في برنامجهم صباح الجمعة. فاصل قصير، فاصل فني، صلوا على خير الأنام ثم نعود. نعم. من إنشاد المنشد محمد عبد الرزاق من ولاية وهران. محمد عبد الرزاق ابن الباهية وهران، قدموا له التحية على هذا الفن الراقي والجميل والمتقن الذي يقوم به. صحيح. سواء من ناحية الصورة، من ناحية الصوت أو التوزيع الموسيقي، الألحان وأيضا الأداء. نعم، نشجعوه ونقول له أنه إن شاء الله كل ما تنشد راح نجوزوها إن شاء الله في فواصل. نعم. صباح الجمعة. مشاهدينا تشاهدون الآن صباح الجمعة، برنامجكم الخدماتي بامتياز. هذا البرنامج الذي يضع بين أيديكم مجموعة من الأركان الخدماتية وركن ضيف الصباح من بين الأركان التي تحبونها وتتصلون خصيصا لأجلها. موضوع الصباح موضوع مهم جدا، وهو نقص استيعاب التلاميذ أو تراجعهم. نعم، للدروس وتراجعهم أيضا في النتائج الدراسية. سنسأل الخبيرة كيف يرافق الأولياء أبنائهم المتراجعين دراسيا. محمد نروح نشوفوا تقرير قبل ما نبدأ. نعم، نشوفوا التقرير ثم نعود لمناقشة هذا الموضوع المهم. إحباط، أرق وتوتر، السبب تراجع ملحوظ في النتائج الدراسية للتلاميذ في كل الأطوار التعليمية. أصبح التراجع على مستوى النتائج لدى المتمدرسين في الفترة الأخيرة هاجسا يعاني منه الأولياء قبل التلاميذ، لما يشكله من أثر سيء على نفسيتهم. فيشتكي المعلمين والآباء من حالة ضعف التحصيل الدراسي، غير مدركين الأسباب الحقيقية وراء هذا الضعف. وقد يلجأ البعض منهم إلى الأساليب غير التربوية كالعقاب البدني لحثهم على الاجتهاد. ضعف التحصيل الدراسي يعود لأسباب عدة وله حلول عديدة، وللأسرة دور مهم في تحسين التحصيل الدراسي من خلال التواصل المستمر مع التلميذ والمؤسسة لمعرفة مكمن الخلل ومعالجته. فيا ترى كيف تتعامل العائلة الجزائرية مع تراجع نتائج أبنائها؟ إذن عدنا مشاهدينا، وقبل أن نرحب بالأستاذة أمينة حيرش سنأخذ اتصال. ألو، مرحبا، جمعة مباركة. أهلا وسهلا، جمعة مباركة. صباح الخير، جمعة مباركة لكم انتم ثاني. عسلامة، مرحبا بك. باهي. من ومن أين؟ هذه جملة محمد. من ومن أين؟ نسرين من عين دفلة. نسرين من عين دفلة، مرحبا بك نسرين، أهلا وسهلا بك. سمعينا من الهاتف نسرين، من فضلك أبقي سمعينا من الهاتف ونقصي صوت التلفزيون. أوكي. طيب، حبيتكم تدعوا لي باسكو عيط كي كان الشيخ تما بصح ما حكمتكمش. معليش، ندعو لك. وش في خاطرك نسرين؟ بين بكالوريا ولا؟ لا غير ما بكالوريا ما والو. طيب، جاو شافوني يتما حبيت ندعي لكم باش ربي يسهل لي هذا مكان. ان شاء الله ربي يوفقك وييسر ان شاء الله ويجمع بينكما في خير ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله، بالتوفيق نسرين. الله يحفظك، شكرا لك نسرين. الله انتم ثاني ربي يحفظكم ان شاء الله، وسلموا لي على الاخصائيه اللي راهي معكم. شكرا حبيبتي، بزاف نحب الفقره تاعها. الله يحفظك، ابقي معنا ان شاء الله. لما يكون عندك اولاد مستقبلا تعرفي كيفاش تتعاملي معاهم، سواء لما يكونوا صغار ولا لما يكونوا في المدرسه او لما يتراجعوا دراسيا لا قدر الله. بعيد الشر. نسقسي الاخصائيه اذا في الموضوع. اذا في الموضوع تفضلي. لا ماشي في الموضوع. نعم، يلا تفضلي. معليش، تفضلي، مرحبا بك. استاذه، انا في عمري 18 سنه. مرحبا. وحابين يزوجوني، زعما كيفاش تبان لك؟ مبان بلي مانيش تاع زواج، صغيره كبيره. وانت راكي حابه ولا لا؟ لا انا نورمال.
بكل حق رسالة لوالديك. أنا نقول أنه الزواج في سن صغيرة وأنت راك تشوفي نفسك أنك ماكيش مؤهلة، باي عندك يعني طموح أخرى؟ لا ما عنديش طموح أخرى، حبست قرايتي يعني مع ماما في الدار وبقيت لهم غير أنا حابين يزوجوني. من خلالك لحق رسالة لكل أولياء أنه الزواج أول شيء ديننا الحنيف يقول لازم أنه قبول هذا العرض الزواج، وكذلك خلوا البنت يعني ديري تكوين مهني، تعلمي حرفانها اللي تكوني مؤهله للزواج، اكيد انه هذا نصف الدين وان شاء الله ربي يكمل. نعم استاذه، هي ربما راهي مؤهله، احنا ما عندناش المعطيات ولكن يبقى القرار هو. احنا كش نقول احنا في عين بسلاي يزوجوا طفله صغيره زعما 17 سنه 18 سنه 20 سنه يعتبروها باللي فاتت الزواج زعما للاسف لكن اعتقد انه في كل حاله تناقش على حده. نعم. يعني على الاطلاق أكيد. الزواج مبكر او غير مبكر، اعتقد انه كل حاله احنا ما عندناش معطيات حتى نقول لك ايه ولا لا، لكن ربما العائله وانت يعني تقدروا تناقشوا في الامر، وما دام جاو شافوك وخطبوك خلاص انتم راك ما قبلتوا وفتوا اشواط الان خلاص. مازال محمد غير شافوني برا ومن بعد مازال ما جاوش للدار. نعم الامر هذا متعلق بالعائله تاعك، يمكن لك انت تناقشي هذا الامر مع العائله تاعك، نتمنوا لك انت التوفيق وتديري الخيار المناسب ليك، يعني تقعدي مع روحك وتشاوري الاقرباء ليك والوالدين وتديري القرار الصواب ان شاء الله. صحيح ان شاء الله. وراح نسالين من جاي ان شاء الله، راح تديروا مواضيع اجتماعيه تخص هذه المواضيع ان شاء الله يا رب. طيب. شكرا نسرين على التواصل، بارك الله فيك، شكرا لك. الله يخليك، شكرا جزيلا. الله يحفظك. استاذ نعاود نرجعوا للمدرسه والتراجع اليوم نناقشوا ربما موضوع مهم جدا اللي هو التراجع المدرسي لدى الابناء ولا التلاميذ في المدرسه، وهو مشكل يعاني منه ربما معظم اولياء الامور. الطفل لما يكون في سن ربما مراهقه ربما يمر بمشاكل في المدرسه في البيت او ربما ينقص عنده الاستيعاب والتركيز يتراجع مدرسيا. هل يمكن تحدثينا على اهم اسباب التراجع او الاستيعاب لدى التلاميذ؟ اولا نقول صباح الخير ليك محمد وساره ولكل مشاهدينا ومشاهداتنا الاوفياء. عندما نقول تراجع في المستوى التحصيل المدرسي اكيد انه هنالك اسباب، يعني اسباب هي اللي تؤدي الى تراجع هذا المستوى. لابنائنا يجب بحث عن الاسباب النفسيه اولا. يعني الاسباب النفسيه تبدا اول شيء كيف يعامل الوالدين هذا الطفل المتمدرس؟ عندما يعاملوه بطريقة الردع، يعني دائما هذا المتمدرس أقرأ بدون الاستعانة بأوقات أو أوقات الاستراحة أو تلك نقول دقائق، أقول حتى دقائق يعني تصل إلى نصف ساعة، تلك الدقائق اللي تكون بين مراجعة ومراجعة. كاين أولياء يجهلوا أهمية ذلك الوقت ولو المستقطع من المراجعة. كذلك هنالك أولياء يعتمدون على النقد المباشر لأبنائهم. أنت ضعيف في الرياضيات محمد، دائما أنا ننقدك بدل التشجيع والتحفيز، لأن التشجيع والتحفيز رايح هو اللي يخلي هذا المتمدرس يتدارك التحصيل المدرسي. قلنا الأسباب النفسية هي سوء، أنا أقول ونركز عليها، سوء معاملة من طرف الأولياء، لأن العديد من الأولياء يرغبون فقط في تحصيل مدرسي جيد بدون مراعاة نفسية أبنائهم، بدون مراعاة الحجم الساعي اللي هو حجم ساعي كبير. طفل صغير محفظة ثقيلة، ساعات طويلة، البرنامج مكثف، المواد كثيرة. هل أنت على دراية، وكانت في التقرير، هل أنت كوالد أو كوالدة أنتما على دراية كيف يعامل الأستاذ هذا الابن المتمدرس؟ التواصل بين المؤسسة كيف هو التواصل؟ هل هنالك أقول قنوات تواصل بين الأسرة والمدرسة لأن كلتاهما مؤسسة تنشئة اجتماعية؟ إذا الأسباب نفسية أكيد. كذلك هنالك أسباب نقول أنها يكون تراجع من طرف هذا المتمدرس عندما يكون عنده فرط نشاط. كاين أطفال عنده فرط نشاط، سي دي زونفون إيبر أكتيف، خاصة في المرحلة الابتدائية. في المرحلة الابتدائية كاين طفل عندما يشرح الأستاذ تتشتت أفكاره، راهو مع السيالة، راهو مع ينظر إلى السماء، راهو يتكلم مع زميله، راهو يضحك. إذا هذا نقص التركيز راجع إلى أنه هذا الطفل عنده فرط نشاط. كذلك هذو الأطفال المتمدرسين يجب على الأولياء أن دائما يجعلوا لهم وقت لممارسة الرياضة، وقت الخروج إلى فضاءات واسعة، يعني خرج هذه الطاقة اللي عنده. كفانا أنه نركز فقط لهذا الطفل ونقول له راك تقرأ، لأن احنا
مسببين هذا الانخفاض في المستوى. هذا هذه في يعني في الابتدائي نقدر يعني نتعاملوا مع الطفل، يعني نقدر نسيطروا عليه، ولكن في بعض الحالات ورانا نشوفوها دائما يكون في الابتدائي ممتاز، يقرا لاباس به، يطلع للصيام شويه يعود يلعب، يعود ما عادش ياخذ الراي، حتى الوالدين يقولوا اقرا ما يقراش، اقرا ما يقراش، وكانه يدخل في سن المراهقه كما نقولوا، ويعني يبتعد على الدراسه، تضعف النتائج تاعو، يهضروا مع هلالة ديما كونيكتي ديما، ثم يروح يعني العالم الآخر تاع الافتراضي. أكيد المتوسط سارة هو مدخل إلى المراهقة، عند الفتاة التغير الهرموني الفيزيولوجي 11 سنة يعني نشوف فتاة تصبح أنثى، بعد عند ذكور 13-14 سنة كل حسب يعني البنية الفيزيولوجية المورفولوجية له. المراهقة، وما أدراك ما المراهقة؟ هي المرحلة الانتقالية في حياة الفرد. هذا الطفل المراهق أول شيء يقول لك أنا تغيرت، الفتاة تشعر أنها امرأة والطفل يشعر أنه شاب. المراهق يعيش صراع نفسي بينه وبين نفسه، يشعر بالاغتراب داخل البيت، المراهق يشعر أنه مرفوض، المراهق يشعر أنه مختلف. يعني تخيلي كل هذا الصراع النفسي، كل هذا الوضعية اللي راه يشعر بها المراهق، ونزيد أنا كأم أو كوالي أو كأستاذ نزيد نتعامل معه بطريقة لا تتناسب مع الحالة النفسية اللي راهو فيها. وش ننتظر من هذا المراهق؟ ننتظر منه أنه يكره الدراسة، نقولها بالعامية، يكره ويمل من الدراسة. نعم هذا المراهق أول شيء قلنا أي فترة صعبة، يجب التعامل معه معاملة خاصة، معاملة في الطفولة، في الطفولة المبكرة قبل المدرسة أو في مراحل الطفولة في الابتدائي تكون معاملة واضحة. يعني نشوفوا الأولياء اللي يقول لك ندير العقوبة، نعاقبه، نحرمه من هذيك، هنا لك تحفيز إيجابي تحفيز سلبي، هذا الطفل الصغير. لكن المراهق لا نعامله مثل الطفل الصغير، المراهق راه يشوف نفسه أنه يعرف. الآن نقولوا ما تجسوا الثقة بين الأولياء والمراهقين، نتواصلوا معهم، نعرفوا مشاكلهم مكبوتاتهم. لماذا ابني المراهق كان معدل في الابتدائي ما شاء الله يطلع للمتوسط أول فصل يتحصل على إنذار، والأستاذ يضع ملاحظة أنه كثير الحركة قليل التركيز مشوش؟ أنا كأم ما هذا التغيير الفجائي والجذري في ابني؟ ومن بعد تبدأ الأم والأب حرب مع هذا الطفل، تغيرت أنت، وليت ما عندكش أخلاق، أنت كبرت تبدلت، كل هذه يعرفوها الأولياء أم يسمعوني؟ صحيح. تلك العبارات القاسية التي تحطم من معنويات هذا المراهق. أنا نقول لحق رسالة، المراهق بغض النظر عن الدراسة هي فترة تطلب منا إحنا الأولياء الحنكة، تطلب منا نقاوموا أنانيتنا، تطلب منا نحافظوا على هذا المراهق. أنا نقول بلا الدراسة، في الدراسة أول شيء المراهق يطلب معاملة خاصة، هي دائما التحفيز. وليدي هذه العبارات نقولها الابتدائي، وليدي أنت شاطر، راك ضعيف في الرياضيات ستتحسن ابني، راك تتراجع عندك برنامج مراجعة، بعد البرنامج دائما عندك هذاك الساعات، يعني بين ساعة وساعة عندك هذاك الوقت المستقطع كما نقولوا احنا إعلان وفاصل، عندك هذاك الوقت مارس وش تحب، ريح. الأم كذلك تخلق، خاصة الأم تخلق هذاك الجو في الأسرة، اللي هو عندما يراجع الابن المراهق أو الطفل يجب أن يكون جو الأسري يسود فيه الاستقرار. عودوا أبنائكم على روتين معين للدراسة، نخلي الابن فضاء في البيت يقرا فيه، يعرف انه هذا المكان هو مكان المراجعه ويرتاح فيه، ويرتاح فيه، خلوا الجو هادئ، نقصوا من التلفاز. عندما نشوف ابناء يعني مقبلين على شهاده البكالوريا او حتى المتوسط او التعليم الاساسي والوالدين التلفاز الى اخره. طيب هيئوا الظروف لابنائكم. طيب روحوا ناخذوا اتصال هاتفي من الصيف. الو مرحبا، جمعه مباركه. اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا بك، مرحبا. راكي تسمعي فيا؟ راني نسمع فيك، كنتي تسمعي فيا. مباشرة. راكي على المباشر. والله حبيت باك نسالك فيا الاخصائية لك على ولادي. طيب. تفضلي مرحبا بك. وراني عندي ثاني طفلة راني كانت تقرا عملوا نجحت عدة الباك. نعم. والله ما جابت راني في الفصول تقرا مليح هكا وبصح في الباك والله جابت معدل هبط مرة. أيوا. هاي نحاول ثاني لا سنة ثانية أنا عاودت وكذبت وراك تعرف لا ما قريتيش لا ما كاينش تاع حظي لا لا لا
وش من شعبة تقرا بنتك؟ تقرا شعبة آداب. وهذا أول مرة تخفق في امتحان يعني من إيه والله راني من دخلت السنة الأولى ما عدت السنة. نعم. ومعدلاتها كانوا كانوا متوسطين يعني ماشي من الأوائل. نعم، دوك نسألوا الأخصائية وهي تعطيك بعض النصائح في تعاملك مع بنتك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على الاتصال وروحوا ال تحية لك سيدتي. في الصيام. أيوة نعم. أها يقع في الصيام وجا المعدل ها ولا غير خاطري فاني ما قراش من عظم الضغوطات روح تقرا كيما تعرف روح تقرا روح تقرا. شكون اللي راه يضغط عليه شكون؟ اعتراف اعتراف صريح. نعم. يقرا ونقولوا نجيو من المدرسة روح تقرا كلهم ما عندهمش الوقت غير القرايه ما قراو. ما حبش يقرا ما جابش معدل مليح. نقولوا روح دي زعما ندير لهم ليكور ديري لهم. نعم تسمعي الجواب ان شاء الله من الاخصائيه. شكرا لك. صح اخويا. شكرا استاذ. طبعا نعم فقط لازم نتفقوا انه ما كانش طفل خلق باش يكون غبي على طول ولا طفل على طفل ذكي. هي معاملتنا التنشئه يعني هي اللي تصنع لنا هذاك الطفل الذكي. اما ما كانش نعم ما كانش واحد مكتوب في جبينه باللي هذا غبي دائما او ذكي دائما. شكرا محمد. هنا مربط الفارس. نعم انا نبدا من انهيت. انا نقول السيده الفاضله اللي في الصيف من خلالها لكل امهات والاباء انه هناك رهاب الامتحان سنتطرق إليه محمد إن شاء الله. نعم. هو الخوف من الامتحان. عندما تكون فتاة ممتازة مثل بنت السيدة يعني نتائج عالية من الأوائل وترسب يوم الامتحان البكالوريا أنا نقول أن الرسوب ليس هو يعني فشل. نعم. لأن النجاح أنا شخصيا رسبت في شهادة البكالوريا ما جبتهاش من الامتحان الأول. سارة أنت من الأول في نجيبة لكن أنا ما جبتوش من المرة الأولى أبداً والأمر عادي وتقبلناه عادي. نعم أنا نقول حاجة نقول أنه عندما يكون رسوب في امتحان التحصيل المستوى التحصيل المدرسي يعني ليس هو معيار نجاح. هناك نجاح عملي في الحياة ينجح ابني عندما يعرف كيف يواجه مطبات الحياة صعاب الحياة. أنا نرجع لهذه الفتاة. هذه الفتاة أنت اعترفتي سيداتي وما تزعفيش منها أنت قلتي أنه ابني نقول له قرأ 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 في المتوسط ما قراش. إذن هذه هي الطريقة اللي هي طريقة الترهيب وقلتها اخويا محمد. كامل ابنائنا احنا اللي نطوروا من مهاراتهم ومن قدراتهم ومن ادائهم واحنا اللي العكس نقوم بتحطيم تلك القدرات اذا كانت موجوده. لانك انت كي تقولي لابنك اقرا اقرا شوفي واش حدث لبنتك نتاع البكالوريا اكيد انها راحت تجوز الامتحان وهي عندها توتر. والتوتر ماذا ما وشنو هي نتائجه محمد؟ التوتر بعدها يحدث نقص في التركيز تشتت في الافكار ثم النتيجة تكون ضعيفة. لماذا؟ لأنه هذا الممتحن اليوم في البكالوريا وفي أي امتحان عنده المعلومات لكن الحالة النفسية هي عائق. هو هذا العائق يكون حائل يعني هو اللي يكون سبب في أجوبة غير صحيحة ثم فشل في امتحان. إذا أنت هذا السبب أكيد أنه بنتك كان عندها رهاب الامتحان لهذا فشلت. الدركي سيدتي ونفس الشيء مع ابنك لازم تحفزيه لازم تشجعيه لازم تحترموا أوقات الاستراحة بين مراجعة ومراجعة لازم تهيئوا الفضاء لأبنائكم. ها هو مكان يعتاد على روتين هذا المكان انت تراجع فيه الجو يكون جو فيه استقرار أسري ما تقعش دايما نقرا قرا قرا. عزيلو ثقته في نفسه. نعم ابني ما جابش نتيجة في الفصل الأول النتيجة في الفصل الثاني ستكون أحسن. ما هي الأسباب اللي خلات ابني ضعيف في مادة يعني وممتاز في مادة أخرى؟ نعرف لماذا ابني ما يدرسش رياضيات. هل الأستاذ؟ هل طريقة المراجعة؟ كل هذه الأسباب يبحث الأولياء. وأكيد أنه عندما يتواصلون مع أبنائهم ويعززون الثقة في أبنائهم ويكون دائما هذا النمط المراجعة ليس بوقت اللي هو يعتبره المتمدرس أو الطفل يعتبره سجن. كاين كي تقولوا نوض القراءة. نعم نروحوا طبعا إلى تقرير. أيوة. تقرير مهم جدا داروا الزميل يونس غماري إلى بعض الاكتشافات العلمية. اليوم اكتشاف يجمع بين الاكتشاف العلمي وبين ربما الفكاهة نعم والطرافة حيث في إسبانيا اكتشفوا أنه أصحاب الصلع اللي ما عندهم شعر في راسهم يمكن أن تنتج من صلعهم الكهرباء أو الطاقة. نشوفوا التقرير الزميل يونس غماري ثم اتصلوا معنا عبر صفحاتنا في موقع التواصل الاجتماعي وتجيو هنا للبلاتو مع القدوة تاعكم مع ملهمكم
مع ملهم تاعكم، واليوم راح نستقبلوا ان شاء الله منشدين، المنشد ايمن ودود وايضا قدوته صحوان الحسين وهو منشد، جاونا من بوسعاده. مرحبا بك. مرحبا بكم. بارك الله فيك. اهلا، شرفتونا. مرحبا بكم. شرف. نعم، مرحبا بك ايمن. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا نشكر قناه شروق على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذا البرنامج الرائع الذي نتمنى له إن شاء الله الدوام إن شاء الله. قدوم مبارك أيمن. أيمن أنت منشد؟ نعم أنا منشد. طيب. نعم. وقتش بديت الإنشاد أنت أيمن؟ أنت من ولاية المسيلة. نعم. بوسعادة تسخر بطاقة كبيرة وهائلة جدا، حتى أنه كاين مثل يقول قلب حجرة تلقى منشد في بوسعادة. صح. نعم. بوسعادة يعني معروفة، منطقة بوسعادة ومنطقة المسيلة بصفة عامة. وقتاش بديت أنت الإنشاد أيمن؟ هي في الحقيقة الإنشاد كان منذ الصغر وفي الكشافة الإسلامية. أنا كنت شبل من أجبال كشافة، من ثم بدال الولع نتاعي بالإنشاد، من ثم إلى مرحلة المتوسط كنت نشيط مع الفرقة هناك مع الأستاذة سامية خضراوي نشكرها بالمناسبة، كنت معها أشتغل في الإيقاع بالضبط، ومن ثم كنت ضابط إيقاع. ضابط إيقاع. نعم. نعم. ومن ثم ذهبت إلى الإنشاد مباشرة يعني، وشاركت حتى في مسابقات نعم. والحمد لله ما شاء الله. وتحس روحك منشد؟ هل وصلت؟ هل أنت في بداية الطريق؟ لا 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 لا، نحن لسه يعني في بداية الطريق إن شاء الله، وإن شاء الله ما كانش يعني اللي يقول وصلت، أن الجميع نطمح إلى إن شاء الله إلى الأفضل إن شاء الله. نعم. اليوم اخترت حسين كقدوة لك. نعم. لماذا حسين؟ علاش مش حسين؟ صراحة الأخ الحسين كان لنا لقاء يعني فيما سبق، و شفت التشجيع الكثير من الأخ حسين، والأخ الحسين هو معروف يعني في بوسعادة، وأيضا توج يعني في مسابقة يعني لهذا كان إلي مسابقة حاجة أرواح الحجرة المقدسية. نعم، الحجرة المقدسية. الحجرة يعني المقدسية. وين دار هذه المسابقة؟ وين؟ كنت في ولاية باتنا. نعم، ولاية باتنا. ويعني الهدية تاعو كانت عبارة إن شاء الله عن فيديو كليب، إن شاء الله قريبا راح يصدر إن شاء الله. إن شاء الله نحكوا على الفيديو كليب. طيب أيمن، أنت تفرجت صباح الجمعة وتواصلت معنا، وقلنا نحب نجي في الفقرة هذه تاع. نعم، ونطلب من الزملاء أنهم يوضعوا لنا صفحة الفيسبوك وأيضا حسابنا عبر الانستغرام حتى نسهل تواصل المشاهدين الأفاضل ممن يريدون الحضور معنا، يتواصلوا معنا عن طريق صفحة فيسبوك وحساب الانستغرام. تفضلي سارة. الله يخليك. تواصلت معنا عبر صفحة فيسبوك البرنامج، وقلنا لك بلي راح تجي معنا ان شاء الله. هل كنت متوقع انك تجي ايمن هنا؟ نعم، انا الحقيقة كنت متوقع. لا واثق ان شاء الله نجي، يعني ماذا بيا كما نقولوا باش نحضر لهذه ان شاء الله الحصة الطيبة ان شاء الله، باش ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نروجوا الى كما قال الاستاذ يعني مدينه بوسعاده هي تسخر بالمواهب الكثيره، ولعل من ابرز ما يدل على ذلك هو مهرجان بوسعاده، يعني هو في الحقيقه مصنف كافضل مهرجان على مستوى الوطني في مجال الانشاد، وان شاء الله احنا فقط قطره من بحر ان شاء الله المواهب في الجزائر كامله ان شاء الله. مش طيب صحوان الحسين، انت قدوه ايمن وراكم قراب في العمر، لانه نعرف واحد قدوته يكون كبير ولا أكيد. يعني كيفاه ترافق صديقك؟ كيفاه تنصحه خاصه في مجال الانشاد وانك حزت على جائزه؟ يعني راهو يشوف فيك انك قدوته لانك وصلت للهدف، طموحك راهو باين، هو راهو يطمح انه يكون مثلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تحية لجميع المتابعين قناة الشروق. أكيد يعني الإنسان لما يحب شيء وأكيد يعني يحب جوهرة ثمينة وهي الكلمة الهادفة الطيبة التي تطمح يعني الإنسان أنه يوصل رسالة. ننصح خويا أيمن أنه أكيد أول شيء يعني إخلاص النية، يعني لأنه الناس يعني بمشاهدة ليه يعني أكيد راح يوصل رسالة، ونوصيه كذلك بالاحتكاك بالمنشدين الكبار والاستماع كذلك، يعني حتى ينال وينهل منهم هذا الفن الأصيل هذا اللي يعبر عن الإنسان ويناقش يعني شتى المواضيع. مواضيع صحيح. أكيد يعني مثل عن الوطن، عن
على الأمهات، يعني خاصة التراث الجزائري، يعيش كذلك التراث الجزائري من طبوع، يعني تراث مثال تراث يعني تاع منطقتنا، يعني تراث النايلي وغيرها من كذلك طبوع. نصح إن شاء الله بالممارسة وحب الشهادة. طيب حسين، أنا حابة نعرف انتقدوتك شكون؟ المنشد اللي تحبوه ولا تسير على خطاه؟ يعني كثير، يعني كثير، كاين بزاف منشدين. يعني تاع خلينا في بوسعادة، كما قال لك تاع بوسعادة، اليوم نقول في بوسعادة. تجاوب ولا نعطوك مقترحات؟ يعني في اقتراحات. نعم، نجيب عياش مثلا. اكيد اكيد، يعني نجيب عياش نوجه التحية بالمناسبة. اكيد هو يعني طاقة من طاقات الفن في مدينة بوسعادة، كذلك علي صحراوي مثلا. علي صحراوي، وكذلك الأستاذ عبد الحميد بن سراج. عبد الحميد بن سراج نقدم له تحية أيضا، وجميع ولد خالته نجيب عياش. ولد خالته، وهو حاصل، وهما حاصلان على كلاهما على اللقب. نعم، وكذلك جميع الفرق، فرقة البهاء. نعم، المعروفة، يعني وجه لها تحية كذلك من هذا المنبر الطيب. قدوتك أكيد أكيد. ما شاء الله ما شاء الله. طيب نرجع لأيمن الحسين. أيمن، شاركت على ما أعتقد في برامج. نعم، حدثنا على التجربة تاع، كيفاه كانت، واش استفدت، واش زادت لك هذه التجربة؟ هي في الحقيقة شاركت في برنامج يعني حادي الأرواح الذي يبث عبر قناة القرآن الكريم. نعم، ونحيي كل الزملاء القائمين على هذا. نعم، هذه المسابقة الجميلة. وإن شاء الله هي في 2017 بالضبط، يعني كانت هي عبارة عن طبعة ثالثة، ولكن كانت هي الأولى وطنيا، يعني كانوا هما يروحوا الولايات وبعد داروها في العاصمة يعني وطنية. كما قلت، يعني الإضافة هي أني احتكيت بمنشدين هناك، يعني عدن باع وعدن صيت، وفي كان معكم عثمان بن سعد هذاك الوقت ولا لا؟ والله لا أدري حقيقة. لا أتذكر جيدا، ولكن ربما هو، والله لا أتذكر. الله أعلم. كان محمد، شيخ محمد هواري. نعم، ويونس العمارة اللي كانوا أعضاء لجنة التركيب. نعم، شاركنا في الطبعة. هذه نفسها طبعة، لأنها كانت عبارة عن لجنتين تحكيم. نعم، لهذا لا أتذكر جيدا. نعم، فقط وقتاش تعرفتوا على بعض سحنون؟ وقتاش عرفت أيمن؟ يعني كنا نلتقوا في بعض الحفلات، كنا حتى يعني أخذنا أرقام بعض كذلك على التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ومين يكون كاين تحضير يعني وكذا، وكنا نتلاقاو يعني. نعم، درتوا طلعات انشاديه في منصه مع بعض، في نفس المنصه، في نفس الحفله. حاليا لم يسبق علينا. نعم، خلاص اليوم راح يسمح لنا ان شاء الله. اليوم اذا تقدروا ديروا لنا شيء تتفقوا عليه، حتى لو ما عندناش ايقاع ولا ضابط ايقاع. نعم، أكيد أكيد. ولكن معليش، اذا تقدروا ديروا لنا شيء تفضلوا. تفضل. اي يلا نسمعوا هذا الابتهال كما تطرق شيخنا منذ لحظات عن باب التوبة. يعني جميل، أكيد إن شاء الله نرفض مع أكيد. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك عني غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك عني غاية المطلوب. عيناي غرقا بالدموع، وجميل عفوك عني يا رب غاية المطلوب. ما إلي قوى ولا إلي جهد ولا حول ولا تدبير في القضاء ولا حيلة، من أمرني إلهي بالصبر والتوكل، والحاجة ما تكون فيها تعطيلة، وتعطينا كاملين ما نوينا. فيا رب بالمصطفى
مختار بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب ما مضى. الله الله. فيا رب صلي على المصطفى، يا يا رب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أوقفت العمر إليه بمديح بين يديه، أوقفت العمر إليه بمديح بين يديه، فوضت الأمر إليه، فاقتر لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فشعرنا به يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، فشعرنا به يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، رباه به فاجمعنا بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله بارك الله فيكما أيمن وسحنون، أداء مميز جدا ما شاء الله عليكم، تبارك الله. الله يبارك فيكم. هذه هديه ما بعدكم. والله الحقيقة جت المناسبة، ربما اليوم المبتدأ من صباح الجمعة والخبر نسمعه فيما بعد إن شاء الله. سحنون أو سحنوني سحوان سحوان الحسين، طبعا بحثك تشبه الكثير من المنشدين كما يقول الدكتور كمال جدا في برنامج وزمير داود، بحثك يبحث عنها الجميع، وربما هي شبيهة ولا شبيه ولا بحث نجيب عياش تشبه بحثك، قالوا لك عليها من قبل؟ يعني لنا الشرف يعني مذبينا يعني. لا ما شاء الله عليك تبارك الله. سلمك يا شيخ. الله يبارك. وأعتقد أنه أنت أيضا مسارك في الإنشاد بدأ مبكر أيضا. أكيد يعني منذ القدم، كانت بداية يعني في المساجد، كنا نرصد المساجد منذ القدم. وقتاش يعني منذ القدم؟ نعومة الأظافر. أكيد منذ أيام الجامعة، كنا في الجامعة كان في عمري 6 سنين، كنت يعني رتل القرآن حتى يعني درجة درجة حتى انخرطنا في فرق، وكانت لنا صولات وجولات أكيد بالاحتكاك بالكبار المرشدين في المنطقة. أكيد حب الشيء هذا دفعني يعني الاستماع أكثر وتطلع يعني الأفضل، والحمد لله يعني ومازال يعني طريق إلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أيمن أيضا بدأ من حلقات في المسجد، حدثنا على التجربة هذه كيف هديتها. نعم، هي في الحقيقة في مسجد بدر الكبرى بالضبط في قرية أو مدينة الهامل، هي في حقيقة إحياء لليالي المولد النبوي الشريف، وكان يشرف عليها عدة يعني أساتذة فيهم حتى من منشدين على غرار أحمد هدروك، ومني هو أستاذ مشهور وناشط في فرقة البهاء، نحييه بهذه المناسبة. من ثم كانت البدايات الحقيقية والملامسة الإنشاد مع هذو الأساتذة، وكان أيضا يحضر هناك جمهور لأنه متعطش في الحقيقة للفن، ويعني ما عدناش حقيقة يعني دار شباب أو ما إلى ذلك إلا المساج. لا توجد دار لليوم شباب لليوم غير موجودة. الهامل هي بلدية ولا دائرة؟ نعم هي بلدية. بلدية نعم. فيها حوالي السكان تاعها على ما أعتقد يعني ليس الرقم مضبوط حوالي 35 ألف. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك. نعم. وكيف تمارس نشاطك؟ كيف تحاول تتصل مع الزملاء؟ وين تتلاقاو؟ كيف تحبوا ما دام ما كانش دار ثقافة؟ لا لا هي في كلش في يعني في مدينة بوسعادة، يعني لا تبعد كثيرا بوسعادة
حوالي 13 كيلومتر او 14 كيلومتر فقط. نعم. يعني تشقى باش تروح للتحوانت تلاقاها ايوا. لازم انا الاستاذ قالها لي قال لكم ما تعياش وتشقى ماك حد يدير والو. نعم صحيح. حسين يتكلم ايمن على انه يشقى ويتعب الوصول الى الاحترافيه في اداء الانشاد، كيف 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 ما هي استراتيجيته؟ هل بتعلم المقامات؟ هل بالممارسه الكثيره؟ هل بالاحتكاك؟ في رايك انت كيف كيف يوصل الانسان للاحترافيه في هذا الفن الاصيل؟ نعم استاذ، يعني في الاول يكون عباره عن الاستماع، اولا الاستماع، ثم يعني اذا كانت هناك ورشات يعني في تدريب المقامات الصوتيه او بتعطير اساتذه يعني كبار كان لهم باع يحلوا يعني الفرصه باش المتلقي هذا يحاول ينخرط في يعني في المدارس هذه اللي تنمي قدره، نعم كما نسميها صقل الموهبه، هذه صقل الموهبه اكيد يعني بالاستماع والممارسه، ممارسه اكيد والعمل الدؤوب هذا المتواصل اكيد ان شاء الله راح يثمر ويعطي يعني ثمره النتاج نتاعو ان شاء الله. وكذلك المجال الانشادي يعني ما عندوش اهميه يعني من هذا المنبر اني نلقي برساله انه يهتم اكثر، اهتمام اكيد يعني اكيد ان شاء الله يكون فيها ان شاء الله دور شباب يعني ورشات خاصه، كذلك تخصيص مهرجانات، وان يعني يكون عنده باع. يعني في الجزائر صراحه ما كانش اهتمام كبير، لا يوجد يعني اهتمام خاصة بهذا. نعم حتى وزارة الثقافة أكيد، حتى الوزارة المكلفة والمنوط بها أن أكيد تهتم بمثل هذه الفنون والفروع. فأنا من هذا المنبر أوجه يعني هذه الرسالة، يعني صدقني توجد طاقات كبيرة، أصوات ما شاء الله، يعني أصوات طبيعية، أصوات رنانة، أصوات عالمية، يعني الجزائر ما شاء الله احنا يا اخي بوسعادة يعني اكيد مدينة بوسعادة صحيح. صدقني الحسين حتى المبادرات تكون من شباب كيما انتوما، انتوما لازم تكونوا تروحوا تحوسوا أكيد. صحيح أكيد. يعني المساعدات والجهات المعنية لازم توقف لكم في الأمر، ولكن انتوما كيتكت مثلا انت وأيمن ديروا ديود ديروا حالة به ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله. هل فيها عندك مشروع على ما أظن فيديو كليب ان شاء الله نعمل على ان يكون يعني الحان وتصوير ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله، ولنا يعني كذلك حفلات وصولات جولات ان شاء الله بحول الله، وكذلك مهرجانات ان شاء الله في القريب ان شاء الله يا رب. والمرشد هذا يعني في بدايته اكيد يضحي بما يملك يعني لكي يصل الى مرتبه ما، لكن اكيد لو كان ما يضحيش بوش عنده اكيد مش راح يوصل، يعني كاين عقبات اكيد لابد منها، ولكن يسعى باجتهاده وحبه لهذا الشيء ان يتنازل عن بعض الامور يعني لكي يصل اكيد في سبيل ايصال هذه الرساله الهادفه يعني. صحيح. ايمن وش هي العقبات اللي غي دايرت لك حاجز الان؟ لا سالتيني على العقبات، هي من كل شيء صراحه يعني. طيب قبل ما خمم مليح في العقبات هذوما ايمن اجمعهم كامل. نعم كاين اتصال هاتفي. الو مرحبا، جمعه مباركه. الو صباح الخير. صباح النور. مرحبا. متصله من ولايه برج بوعريج، يخصنا الاسم فقط وتكتمل. محمد من برج بوعريج. ام محمد مرحبا بك. صباح الخير. صباح النور مرحبا بك. نشكركم على هذا البرنامج بزاف. الله يحفظك. شكرا لك. صحة. شكرا لك. واش عجبك في البرنامج؟ واش شاهدتي اليوم؟ واش شفتي؟ شفت الشيخ هذاك يحكي على الاستغفار والتوبه. شفت البدايه هذا الله يبارك ما شاء الله عليه. الله يبارك فيك. كم جيرانك فقط؟ انت في برج بوعريج وما في المسيله؟ انا من مدينه بوسعاده. من بوسعاده. نعم جيرانك. نعم سمعتي تسمعين انت الانشاد؟ تسمعي شوي الانشاد؟ انا من مدينه بوسعاده، انا اصلي من بوسعاده. ما شاء الله بنت بلادك من بوسعاده. ما شاء الله يحفظها. شكرا لك. مرحبا بك. مرحبا. وش المنشدين؟ بزاف وشجعهم بزاف على هذا الفن هذا. الله يحفظك. وش تعرفي منشدين تسمعي لهم ولا فرق انشاديه؟ والله كيما كنت نجيب عياش وهذا المنشدين هذو. طيب. تلموا بزاف المنشدين بوسعاده؟ اكيد اكيد. ابو خاطر ايضا. نعم. نعم. طيب وراح تتابعي ايضا مسيره الشابين المنشدين صحوان الحسين وايضا ايمن داوود. كيف قلت؟
نعم الان مازالهم معانا وراح تسمعي اخبارهم والمشاكل اللي راهم يعانوا منها. شكرا لك بزاف على الفن هذا وكملوا في هذا المنوال هذا تاعهم ان شاء الله. شكرا لك الله يحفظك. شكرا لك. شكرا على الاتصال. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لك. نحيوا ايضا كانت معنا بالهاتف للاسف انقطع الهاتف حسب الزملاء حليمه من بوهارون قدموا لها تحيه ومن خلالك لكل سكان بوهارون وكل سكان تيبازا. طيب روحوا العقبات. يعني رجعنا العقبات. العقبات هي في الحقيقه اكبر عقبه هي كما ذكرنا لا توجد دار شباب. يعني دار شباب هي الملجا الوحيد للشباب. يعني يكون هناك مؤطرين اساتذه في الموسيقى تعلم المقامات تعلم امور كثيره. في من يقول لك في البعض من يقول لك ممكن حتى من الاساتذه يقول لك في الانترنت وهي عالم وبحر ولكن الانترنت هذا العلم يؤخذ من معلم. نعم ولكن كما ذكرت الاخ محمد بارك الله فيك يعني العلم لازم له معلم هو راح يقف على الاخطاء تاعك راح يشجعك كثيرا تشوفه قدامك هكذا قال هيبة تاعه راح تقدم لك الاضافه صحيح. الكبيره صحيح يعني التعلم لابد ان يكون نعم. يعني علم القران وعلم المقامات وهذه العلوم لابد ان تاخذ مشافهه نعم نعم في دقيقه جانب النظر يعني نعم في دقيقه تقدروا ديروا لنا شيء نسمعوه مع بعض نختموا معاكم به اكيد ان شاء الله نهديكم هذا موال نايل عباره عن موال نايل نعم ديروا ثنائي مع بعضكم نهدي لكل امهات ان شاء الله ان شاء الله أم عينينا فراقك بكانا وما نرقدش الليل كل ليلة حزين أم عينينا فراقك بكانا ما نرقدش الليل يا أما كل ليلة حزين أملكني تخمام نوعيانا أملكني تخمام نوعيانا وحليل اللي فارقه الوالدين يوم وداعك يا حبيب عيانا يوم وداعك يا حبيب عيانا لا نحلح ليك بنتينا خلاني شين اما يا اما يا اما يا 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 يا, 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 يا 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 ما شاء الله بارك الله فيك. نختم معك ايضا حسين اذا عندك شيء ان شاء الله يعني في التراث النايلي ان شاء الله نعم في النايلي نعم لازم النايلي ممتاز النايلي يعني طبعا ندعو بحفظ امهات كل مشاهدي الافاضل ان شاء الله واللي عندهم امهات متوفيات نطلبوا لهم الرحمه والمغفره ان شاء الله اكيد نهدي هذا الموال ان شاء الله لبلادنا الجزائر ان شاء الله ربي يديم امنها وامانها ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني دائما مع الطابع التراثي حب بلادك جمره في قلبي واللي صار يصير وطني لنساه هذه الأرض الطاغرة يعلم ربي هذه الأرض الطاغرة يعلم ربينا واللي جرب عن وطنه غاب وخلاه يا 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 يا, يا, يا حب الجزائر كي جمرة في قلبي واللي صار يصير واللي صار يصير وطني لا لساني هذه الأرض الطاغرة يعلم ربي هذه الأرض الطاغرة يعلم ربي واللي جرب عن وطنه غاب وخلاي ياي ياي
شاء الله عليك، بارك الله فيك، الله يبارك. كان هذا النداء، هذه الارض الطاهره من المسيلة بو سعادة، بارك الله فيكم، شكرا لكم على القدوم، نتمنى لكم التوفيق ايضا في مسيرتكم ونشوفكم في اعلى المراتب وفي يعني في اكبر المسابقات ان شاء الله. يعني نشكر قناة الشروق على فتح هذا الصرح لابراز المواهب، وبارك الله فيكم، واهداء الى جميع المنشدين، تحياتنا لكم، موفقين ان شاء الله، ولكل سكان بوسعاده والايمن والهامل يعني اكيد جميع المتابعين ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك حسين، الله يسلمك ايمن، شكرا لك. اولا نشكرك الاخ محمد هذه الاستضافه، والاخت ساره بارك الله فيكم، ويعني اهدائي يعني الى جميع المنشدين على راسهم ايضا عبد القهار البشيري، والله بارك الله فيك، نحيو من هذه المناسبه. وإلى الأخ محمد راح حاضر معنا، محمد جاب الله الآن منشد هو أيضا؟ لا هو عنده موهبة في كرة قدم الله يبارك ما شاء الله. ونشكر الجميع يعني، والشيخ منير وابراهيم حوحو والوالدين الكريمين، بارك الله فيكم، وجههم بالمناسبة تحية، وإلى كل سكان يعني بسعادة والجزائر عامة. أصدقائي في التكوين المهني راهم قالوا لي أيضا أكدوا لي عليها، وبارك الله فيكم، شكرا لكم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، يعني مشوار ناجح يا رب، وشكرا في أعلى المراتب، شكرا جزيلا لكم إن شاء الله، بارك الله فيكم. محمد نروحوا نسمعوا فاصل فني دائما مع محمد عبد الرزاق، وهذا نشيد مهدى لكل الأمهات، ربي يحفظهم إن شاء الله يا رب. مع حسام فضيل، مرحبا بك وجمعة مباركة. صباح الخير سارة، صباح الخير محمد، وصباح الخير لكل متابعي برنامج صباح الجمعة. أهلا وسهلا في الأخبار الإلكترونية سارة، عندنا أخبار متنوعة، بداية مع فيديو الفلاح الذي صنع الجدل هذا الأسبوع، الفلاح عبد الوهاب بوهنقل، هذا الفلاح الذي سرقت ماشيته هو من ميلا، يعني بعد ما يعني نشر فيديو، ويعني هذا الفيديو يعني اشتكى فيه سرقة ماشيته. بعد ذلك تنقل والي ولاية ميلا إلى المنطقة وقام بتعويض هذا الفلاح، منحه 10 نعجات وكبشين وقطعة أرض ومئة شجرة زيتون. ربي سبحانه يعوضك يعوضك أكيد. صحيح. نتابع قصة صحيح. الفلاحة ثم نعود. الشعب الجزائري 48 ولاية صغير وكبير اللي عاونوني لاش ساب الهضرة، بعدنا حسام الحمد لله ربي يعوضه، وايضا تفاعل كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، تفاعل كبير، حتى المبادره هذه تاع ولي ميلا يعني استحسنها رائعه، مبادره رائعه ان شاء الله تعمم تعمم محمد، ان شاء الله ما يسرقوش ليهم، بصح تعمم يعني افعال الخير والحث على فعل الخير، صحيح، ويكون دائما هذا السلطه ولا سلطات تروح للشعب وتواصل، تكون قريبه من المواطن، صحيح. ربما ناقل للمعلومة ولا ناقل للخبر، صار الآن فاعل وفاعل خير كبير جدا، خاصة صفحات الفيسبوك، صحيح، ووسائل التواصل الاجتماعي محمد، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ولا الصفحات الخاصة هي وسيط بين هذا الإنسان وبين السلطات، يعني بفيديو فقط صنع الجدل وصنع الحدث. نعم، هو ليس الفيديو الوحيد في الأسبوع، ربما أنتم جبتون عينة، ولكن كثير من الحالات، أنا شفت أعتقد أمس ولا قبل أمس امرأة في غليزان كان عندها ورم في وجه نتاعها عن طريق صفحة الفيسبوك، يعني تحركوا كل الجزائريين، حتى جمعية قوافي الخير نحيوهم وقدموا لهم التحية بقيادة الدكتور علي بوناب، يعني راحوا لهم مجموعة من الشباب
فاعتقد انه صفحات الفيسبوك الان وروادها صاروا فاعلين اساسيين في صناعه الخير ما شاء الله عليهم. صحيح صحيح محمد. صحيح. ساره ننتقل للخبر الثاني، خبر رياضي. الاسبوع هذا كانت قرعه تصفيات كاس العالم المؤهلة لمونديال قطر. الجزائر ستواجه بوركينا فاسو وجيبوتي وبوركينا فاسو وجيبوتي والنيجر. هذه القرعة يعني تفاعل معها رواد موقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بالمجموعة السهلة نسبيا. ماشي مجموعة الموت كما قلت. ليست مجموعة الموت. الحمد لله. صحيح. نشوفوا الفيديو مع بعض. أيوة نشوفوا الفيديو. يا رب تفوز الجزائر. عندي عقدة من الكوديفوار باللي لعبت معنا مع بيجي سنة 2010 على ما أظن. لعبنا في 2010 ولعبنا معهم في كأس إفريقيا 2015. قالوا بوركينا فاسو في بالي بوركينا فاسو كانت الجزائر واجهتها في 2000 تصفية كأس العالم 2014 وكانت تأهلت من خلال بوركينا فاسو لكأس العالم بالبرازيل. إن شاء الله يا رب نفوتوها وكما قالوا ردوا كأس العالم. صحيح. إن شاء الله بوركينا فاسو دائما فيها الخير إن شاء الله. ولا يمكن الآن أعتقد إنه صعيب باش نقولوا باللي ما نروحوش لانه بطل افريقيا ما يروحش التصفيات او ما يروحش المنافسه كما كاس العالم، اعتقد انه شويه ثقيله صعيبه شويه، ولكن تبقى كره القدم يلعب يعني في ال 90 دقيقه حتى نعرفوا هل يعني رايحين نروحوا ولا لا، وباذن الله راح نروحوا. بالماضي كان صرح قبل تصفيات او قبل نهائيات كاس افريقيا قال باللي راح نجيبوا الكاس. كثير من المستهزئين، كثير من الناس قالوا واش راهو يحكي، كنا في ربما نتذيل الترتيب ولا تقهقرنا في النتائج، ولكن جبنا كاس افريقيا. بالماضي يعود الى عادته في التصريح ويقول اذا رحنا لكاس العالم نجيبوا الكاس. صعيبه شويه حسام. صعيبه بزاف خاصه كاس العالم صعبه مع وجود البرازيل الارجنتين المانيا، لكن كره القدم ما فيها ماهيش رياضيات، ماهيش رياضيات علوم دقيقه. كما قادرين نجيبوا كاس العالم، كما قادرين لا قدر الله ما نروحوش لكاس العالم اصلا، قادرين من المجموعه هذه ممكن ما نتاهلوش. لا وان شاء الله نتاهلوا، نتفائلوا خير وان شاء الله نتاهلوا. نبقى دائما ساره في الرياضه. فيها هذا الدور يعني هذا الدور الثاني من تصفيه كاس العالم، هناك دور اخر هو الدور الفاصل، تلعب مباراة ذهاب وإياب. مساعد مدرب المنتخب المصري سيد معوض لما سئل قيل له من هو الفريق الذي تخشى مواجهته قال أنه الجزائر، وهذا اللاعب سيد معوض سبق له مواجهة الجزائر في مباراة أم درمان الشهيرة التي فازت فيها الجزائر وتأهلت إلى كأس العالم بعد 24 سنة. هذا التصريح صنع الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين ولا الجزائريين؟ الجزائريين خاصة الجزائريين. أيوة. لأنه لأول مرة يعني مدرب يعني مدرب في العرض الفني للمنتخب المصري يحترف بقوة. صح. المنتخب الجزائري. جميل جدا. نشاهد الفيديو. يعني بكل أمانة الجزائر يعني في حالة كويسة الفترة الأخيرة، ومباراة الدول العربية مع بعض بيبقى مباراة فيها ندية كبيرة جدا، ففي الحالة دي نبتعد عنهم أحسن. We'll be right back.
قال له يا سيد يا سيدي يا معوض الله يعوض عليك. الله يعوض عليك. في تل اخر قال له باللي فتربحوا الجابون وبعد ساعه لانه الجابون وقعت في مصر وقعت مع الجابون، الجابون فريق قوي يعني صعب التاهل للدور المقبل. حسام كلش صعب، احنا بدو كاس العالم صاير. يلا ان شاء الله احنا نكون واقعيين. ان شاء الله اكيد كره القدم مفاجات يعني. مفاجات. انتقل للخبر الاخير ساره. رياضي ولا لا خبر بعيدا عن الرياضه. ساره في عباس بن فرناس عرف بمحاوله الطيران. صحيح. هذا الشخصيه المعروفه في الجزائر، هناك عباس جزائري لكن حاول صنع سياره. صنع سيارة كاتكات ونجح في ذلك، ليس صنع ولكن تركيب سيارة بعجلات ماروتي. هذا عباس مذكور في خير. من أي ولاية هو؟ من أي ولاية؟ من ولاية جيجل. من ولاية جيجل حاول صنع سيارة ونجح في ذلك، نتابع قصته كاملة ثم نعود. الاولى انا اللي صورت نتا في الاول خدمتها شويه ما عجبتنيش، عاود خدمت واحده خلاف وحسنتها شويه، عاود خدمت لها هذه الرود نتاع الماريتي، درت لها شغل على صفه جيب تاع الحرب تاع الجيش. هذه خدمتها لي شوت لي بقاو لي الحديد هكذا ولقط ونرتب، موش حاجه جا فيها جديده هكذا بامكانيات بسيطه هكذا نخدمها، ما عنديش مثلا قال ماتريال ولا لي ماشين ولا ما عندي والو، عندي بوستا سودي وتروسونوز وفي وكس الفراغ هكذا نبريتو لي فيها. ما شاء الله مليح. لا يعني ساره بامكانيات بسيطه استطاع تركيب سياره يعني في وقت انه في الجزائر كانت هناك يعني مشاريع وشركات لتركيب السيارات لكن كان تركيب مقنع بين قوسين. يعني انت تقدر تخدم سيارتك وحدك؟ ايه تقدر سياره، هو قال لك غير بالتورشة الحداده مثلا يقدر يخدم سيارة. لكن للاسف عباس لا يستطيع بهذه السياره ان يجوب الولايات لانه لا يملك وثائق للسياره. صحيح. يعني يخدم بالرخصه ويقدر يتنقل. ممكن محمد مثلا يستثمروا في هذه الحالات، مثلا تكون هذه السياره سياحيه مثلا تجوب مناطق مثلا جيجل وتكون تروج للصنع اليدوي. نعم صحيح. وهما عندهم حدائق ما شاء الله، حدائق عامه، ويمكن انها تكون يعني واحد يركب سياره من منتوج بلده على الاقل بنسبه كبيره. اي بنسبه كبيره يكون فيها. هو هذا محمد عباس رغم انه خرج من الدراسه مبكرا لكنه هو اجتهد وحاول. ما شاء الله عليه. ويعني عصامي كان عصامي. نعم. اي عصامي. شكرا يعطيك الصحه. كان هذا اخر خبر. يعطيك الصحه حسام فضيل على هذه الاخبار الالكترونيه المتفرقه. نورت هذه الصبيحه، يعطيك الصحه. ان شاء الله يا رب. شكرا لك حسام. اليك الخط. شكرا ساره. جيجي اليوم حاضره بقوه بصنع السياره بالهزه الارضيه اليوم اللي كانت في جيجل، نتمناو السلامه وندعو الله سبحانه وتعالى السلامه لكل اهلنا في ولايه جيجل وايضا في ركن معالم الذي نزور فيه مدينه جيجل وسفينه بربروس عروج وبربروس. نشوفوا التقرير. جيجل هي المدينه التي لا تعترف بالفصول لانه فيها الكثير من المناظر الجذابه وخاصه لكل محبي الشواطئ ومحبي الاسماك وزبد البحر. صحيح. واليوم العالمي للاسماك غدا الحوت. نعم واليوم العالمي للحوت، اعتقد الحوت الازرق. وجيجل جميله جدا بطيبه ناسها بتاريخها بعمرانها وايضا بطبيعتها الخلابه سواء كان في الجبال في الغابات او في الشط، يعني في الشط ما شاء الله عليهم.
الله يبارك. زرتي جيجل من قبل ولا؟ زرتها مره القل رحت القل ماشي في جيجل؟ لا قل في سكيكدا وعقبنا على جيجل. ايوه ما شاء الله. أيوة. مره واحده صارت. انت رحت طبعا عشرات المرات؟ ما شاء الله. طبعا عشرات المرات. محمد راك سبقني في سفريات وترحال. ربما فارق السن. ربما فارق السن. ربما. أيوة. نعم. الان نمر مباشره الى ركن يوميات دون اخطار، نناقش فيه موضوع مهم جدا وهو استعمال الاطفال للشاشات الالكترونيه، الهاتف والطابلات، ونتكلم عن فوائد هذا الاستعمال وايضا عن المخاطر. نشوفوا رأي الشارع، المشاهد الجزائري أو مهما كان عمره، نشوفوا رأيه في استعمال الأطفال لهذه الشاشات الإلكترونية، ثم نعود لنتحدث في هذا الموضوع مع الزميل بلال أحبيب. استعمل أنا تيلي الهاتف النقال، مي أنا ضد يستعملوا أطفال الهاتف. معه وضده في نفس الوقت، ضدوا عليه يستغنى على اللي تاعو اللي قبل يولي شغل مدمن عليه، تقدر تقول يولي عنده ادمان باش يروح للهاتف، والهاتف عليه يروح يمرش يقرا عليه، يروح يحوس على اللي جو، واللي جو يتولي عليه النقمه على اللي دورس تاعو. يسبب توحد، اللي قادر يمرضوا ينعزل على يدخلوا داخل عالم افتراض. نو ضد، انا وليدي راه مهبلني، غير ندخل الدار يقول لي ماني عطيني، نقول له لا وليدي تلعب بنجو 5 مينوت يسيتو. انا امراض العيون وصودا، هو ما يرجعكش تابع في القرايه، بس انا ننظم وقتي. يعني الايجاب كاين ايجابيات وكاين سلبيات، هذا نمشوا على حساب العصر. انا عندي حاجه، يعني نصيحه كمعلمه وكمدرسه، نحب يكون تكون متابعه. الاولياء ما نعطيش الهاتف يقول لك خليني، المهم يهنيني، المهم سورتو يعني الاطفال نقول الصغار صغار. كي يكبر يرفد، ماشي كي يكون صغير 7 سنين 8 سنين 9 سنين ما يرفدش، بس كي يكبر يولي 10 سنين 11 12 سنة يبدا يرفد. انا ننصح لي يكبروا باش 14 13 يرفدوا تليفون، خاطش كاين حاجة تاع العنف والاخرين، بصح انا نلعب غير اللي جو ونشوف اليوتيوب على اللي جو. تقلي طفل يولي عندهم ديجا عجز، ما يحبش يخمم، ما تعطي له موضوع يروح للهاتف هو يحل الموضوع، وغدوه في الامتحان او ممنوع الهاتف في قاعات كامل، قاعات امتحانات ممنوع الهاتف، والطفل هذاك باش يخمم يقول له عنده عجز، ودوك الامراض هي باينه. طيب مشاهدينا، شفنا هذه التصريحات الشارع الجزائري كما قال محمد، صغير وكبير، شفنا مختلفه، وراح نتناقش في الموضوع مع الاستاذ احبيب بلال مختص في الجوده. اهلا وسهلا بك مره اخرى. اوكي مرحبا، شكرا. أهلا. يومك سعيد. قدوة مبارك بلال. ربي يهنيك. نعم بلال، تشوف انه اختيار هذا الموضوع مهم، استعمال الاطفال الصغار للشاشات؟ اكيد هو مهم جدا، لانه كما نعرفوا اصبح انتشارها رهيب خاصة عند الأطفال، لأنه أصبح ميولهم مكان اللعبة أصبح ميولهم لهذا التجهيزات والأجهزة، خاصة للطابلات والهواتف النقالة اللي تكون عند الأولياء ويسلموها للأبناء تاعهم. خطر كبير، لأنه نقدر نسميه كأنه أعطيته مخدر ولا أعطيته مادة سامة لهذا الطفل، في حين أنه الآباء والأولياء إن صح التعبير أصبحوا شغل يتملصوا من التربيه ولا من رعايه تاع الاطفال، يتهربوا مجرد ما يكون عنده شغل الاب ولا الام، خاصه ربه البيت، تعطي طابلات ولا الهاتف تاعها للابن تاعها وتخليه باش يبعدها ويلها. ولكن هذه كلمه يلها اللي نديروها بين عريضتين، انه الطفل راح ينزوي وينعزل علينا، يعني في حين انه الطفل الصغير اقل من سنتين يكون مازال النمو تاع الدماغ تاعو مازال ما اكتملش، الاعضاء تاعو مازالها في طريق النمو، وبالتالي التاثير تاع هذه الاجهزه مباشر على الجسم تاعو والاعضاء تاعو، في حين انه الطفل الصغير يكون يحتاج انه يتواصل معنا احنا نمدوله وياخذ منا. ولكن الطابلات هذه ولا الجهاز ولا اللوحه الذكيه ولا الهاتف فقط يقوم بعمليه التلقي فقط، ولكن هو ما راح يقدمه له لهذاك الجهاز، وبالتالي يصبح عنده خلل في التواصل. انا ممكن دخلت في اختصاص تاع الاجتماعيين النفسانيين، ولكن عندها تاثير رهيب ورهيب جدا هذه الاجهزه، في حين ان العلماء يمنعوا الاتصال ولا اي كونتاكت بين الطفل ولا اي جهاز رقمي ولا لوحه رقميه ولا شاشه قبل السنتين، ومن السنتين من 3 سنوات حتى ال5 سنوات على الاكثر ساعه، وكي نقول ساعه معناها باشراف الاولياء ما خليهش وحده، نعم بالاشراف تاعو والمراقبه.
بعد الخمس سنوات حتى ال 18 سنه ممكن يستعملها ساعتين، لكن المعدل لما نشوفوا الاحصائيات يقولوا بانه الطفل العربي يستعمل حوالي الجهاز ويكون امام الشاشه حوالي معدل 7 ساعات يوميا. 7 ساعات يوميا اذا نحينا اوقات الدراسه ونحينا اوقات النوم راح يبقى له نعم فقط الوقت اللي يتصل به بالشاشه. ومصادر تاع الاخطار في هذه الاجهزه نقدر نقسموها الى 4. الحاجه الاولى هي الاضاءه ولا الضوء الموجود في هذه الشاشات، والحاجه الثانيه اللي هي الموجات نعم الموجات والشبكات المتصله بها، والشيء الثالث اللي هي التطبيقات الموجوده في هذه الشاشات. دونك احنا الاتصال تاع الطفل الاضاءه اللي موجوده فيه، لو كان احنا نشوفوا نتذكر قبل سنوات فقط الهواتف قبل ما تكون الهواتف ذكيه كانت هذيك قديمه نعم الاولى كان فيها لو نلاحظ اللون الازرق، لاحظتوا بانه حتى الارقام وكذا، علاش اللون الازرق؟ لانه اللون الازرق عنده سطوح قوي والموجات تاعو قويه، وبالتالي يقدر يبان لنا برا في الاشعه تاع الشمس. لو كان نشوفوا حتى التلفاز القديم لو كان نخرجوه برا نحبوا نتفرجوا مثلا مباراه ولا مع الحومه ما يبانناش في النهار، ما نقدروش نشوفوا التلفاز هذاك في النهار، لازم يكون في غرفه ولا في الليل. الاجهزه الحديثه هذه والشاشات اللي راهي موجوده ولا ال سي دي فيها الإضاءة الزرقاء، فيها الضوء الأزرق. طيب حافظ فقط على النقطة هذه تاع الضوء أستاذ أحبيب بلال، نروح نستقبلوا اتصال هاتفي من البليدة. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. راكم منورين الشاشة. أهلا وسهلا مرحبا بك. كيف الحال؟ كيف الأحوال؟ والله غير بخير، وأنت لاباس؟ صحة لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله، عرفنا باللي راكي من البليدة بصح ما عرفناش اسمك. حورية من البليدة. مرحبا بك حورية، أهلا وسهلا. نقصينا فقط حورية، نقصينا من صوت التلفاز وخلي الهاتف باش تسمعينا مليح ونسمعوك مليح. طيب حورية، شاهدتي البرنامج من أول ما بدا ولا التحقتي غير دوكا ولا قبل؟ مازال صوت التلفاز. حورية نقصينا شويه صوت التلفاز. راني نقصت التلفاز. نقصت. ايوا قولي لي من التحقتي بالبرنامج ولا من اول برنامج؟ والله من اول برنامج التحقت بالبرنامج وشفت الاستاذ والاخت والاخصائيه هذيك اللي جات. واش عجبك؟ ايوا عجبني انكم منورين الشاشه، يعطيكم الصحه، لبيتوا لنا كل المطالب تاعنا، يعطيكم الصحه كلش كلش كلش. حوريه فقط نسالك، عندك دراري صغار؟ لا والله مازالت مخطوبه. عندكم اولاد في البيت؟ عندكم اولاد صغار في البيت؟ عندنا اولاد، عندنا بنت اخي، بنت الاخت، كلكم عندنا. ارتباطهم بالطابلات ولا بالهاتف وثيق، ما يقدروش ما يستعملوش. والله يستعملوا، والله هذا ولات ظاهره اجتماعيه، ولينا كاع يستعمل المواد. نعم، شحال في عمرهم اولاد خوك؟ عندي رونق في عمرها تقرا السنه الرابعه. الله يبارك. عندي ريتاج تقرا السنه الثالثه. الله يبارك. نعم، عندهم طابلات خاصه بهم ولا يستعملوا الهواتف تاع الوالدين؟ عندهم طابلات خاصه بهم، ولا عندهم طابلات خاصه بهم. نعم، وكيفاش راهم يديروا الداله يتعافلوا عليها، كيفاش راه صاري لهم على الطابلات؟ كل خطرة شكون تلعب بها بصح منظمين وقتهم. شحال بمعدل شحال من ساعة يستعملوه في 24 ساعة؟ يستعملوا أقل ساعة ونص هكاك ولا. تحسبوا لهم دليل لهم توقيت ولا هما يتصرفوا في الزمن؟ والله كل خطرة كيفاه، خطرة كيفاه بصح ولا هما يتصرفوا ولا هما. نعم، إن شاء الله خير، شكرا لك على التواصل الحرية، وبقاي وفية دائما للبرنامج صباح الجمعة. وافيين البرامج. شكرا. الله يحفظك، شكرا على التواصل، بارك الله فيك. يعطيكم الصحة منور الشاشة. الله يحفظك. بلال وصلنا للون الأزرق. نعم، كنا في اللون الأزرق، قلنا بأن الشاشات يدعموها باللون الأزرق هذا باش يزيد السطوع تاعها، وحتى نقدر نستعملها برا لما تكون الإضاءة قوية ونقدر نشوف الشاشة تاعنا. هذا اللون الأزرق يبقى في الشاشة في الليل وفي النهار. والتاثير تاعو كبير على الجسم تاعنا، لانه يدخل حتى في تاثير على الهرمونات، كي نقول الهرمونات هو التناغم تاع الجسم والعمل تاع الوظائف. في الليل لما تكون الخطر تاع هذه الاشعه الزرقاء، هو في الليل لما نكون متصل بالجهاز تاعي راح توصل رسائل للدماغ على اساس بانه مازلنا في النهار، ويأثر على هرمون الميلاتونين، وهذا الهرمون هو اللي يخلينا باش نجينا النعاس باش ننعسوا نرقدوا،
وبالتالي مجرد متابعتنا وتركيزنا في هذه الشاشه اللي فيها اللون الازرق راح يروح يطير علينا النعاس، وتنقص نسبه افراز هذا الهرمون الميلاتونين بنسبه تصل حتى 58%. في المقابل اذا كاين الناس اللي يحبوا يتبعوا الافلام ولا الاثاره ولا يتبعوا اي شيء، مجرد متابعتهم لافلام ولا لقطات مثيره راح يزيد افراز هرمون اخر اللي هو هرمون الادرينالين. نعم، والادرينالين يزيد في نبضات القلب ويزيد في الحيويه، يعني يخليك فاطن ويقظ، وبالتالي راح يصير لنا الارق ويصير لنا صعوبه في النوم، ممكن حتى كوابيس، وما نكونش النوم تاعنا مرتاح، وكي نقولوا ما نكونش نومنا مليح، بالتالي راح ياثر على الاعضاء الاخرى كالقلب الدماغ، وبالتالي راح يكون نمو تاع الطفل هذا ماهوش سليم. اذا هذا فيما يخص شفنا الاضاءه. كاين حل فقط قبل ما ننساو اخوي محمد، انه كاين ديزابليكاسيون يلقاوهم في المتاجر يغيروا الالوان. نعم، لا هو على اساس فلتر، يقوم هذا الفلتر بحجب الأشعة الزرقاء في الليل، يعني هو يشوف الوقت تاع الهاتف تاعك، مجرد ما يصل الغروب يتم تفعيل مباشرة. نعم، حجب الأشعة الزرقاء اللي عندها هذا الأثر. نعم، نكمل الموضوع بعد ما نستقبلوا هذه المكالمة الهاتفية من ولاية عنابة. معنا أحلام. صباح الخير أحلام، مرحبا بك. أهلا وسهلا. صباح النور. مرحبا بك، صباح الخير، مرحبا. بيك عايشك. نعم أحلام، أنت من عنابة؟ ايه من عنابة. منين من عنابة؟ من البوني ولا زرت عنابة؟ من سيدي سالم. مرحبا بك وكل سكان سيدي سالم وكل سكان عنابة. اليوم رانا نتناقشوا في موضوع مهم جدا. عندكم اولاد في البيت؟ عندي ولدي 3 سنين. ما شاء الله، خلاص مع طيور الجنة دائما ولا هاتفك؟ لا، هاتف في الهاتف وخلاص. نعم، مع الهاتف يستعملوا بكثرة؟ بيستعملوا بكثرة، خلاص قادر حتى نهار كامل. وش يستعمل فيه الهاتف؟ وش يعرف هو؟ يتفرج، يعرف كلش، يعرف كي يبعثوا لي في الميسنجر ينحي، يعرف يتفرج على فيسبوك ما يدخلش خلاص، يدخل واحد اليوتيوب ماشا ما يتنحيهاش خلاص. نعم، كي نحي له دوك عاد يكسر لي الحوايج، يخبط يدير، كي نحي له دوك التليفون. تعلق. نعم، تعلق شديد. نعم، انت عارفه انه هناك مخاطر انه طفل صغير يستعمل هذا الجهاز. على بالي بصح درك كي يقعد في الدار نورمال، انا كيما نقولوا نخرجوا نروحوا البلاصه ولا لازم تليفون، لازم تليفون يبقى هكا غير يشوف معاه حتى باش يرمش ما يرمش. ما يرمش خلاص، عينيه يبقوا مفتوحين معلم. نعم، تليفون وخلاص. نعم، تشوفي انه الان سلوكه قلتي انه يكسر لما تنحي الهاتف، ولكن هل عنده سلوك عدواني نحو اقرانه؟ هل عنده تواصل مع الاقران تاعو؟ لا لا، نورمال يلعب يدير عادي نورمال، بس التليفون انا نحي له التليفون وهو ما حاولتيش. نعم، تلقي له بديل تليفون احلام؟ ما كانش، ما لقيت له حتى حل، وكي نحي له انا يعطيه باباه، باباه كي يروح غلبان وكلش يقول لي خلي على روحه، كيفاه خلي على روحه غير بورتابل وخلاص. نعم، ان شاء الله خير احلام. ان شاء الله. احنا نتمنى انك تلقاي حل، وربما احنا ايضا هذا الموضوع سنناقشه مع الاخصائيه الاجتماعيه في قادم الايام ان شاء الله. شكرا لك احلام، ربي يحفظ لك وليدك. وش سموه؟ علاء. على ربي يحفظه لك ان شاء الله ويكبره في طاعه ربي سبحانه وطاعتك. شكرا، شكرا لك. الله يحفظك. اليوم نموذج، تعرف بلال، الاطفال لما نلقاهم يستعملوا الهواتف وهم في سن مبكره يفرحوا بهم. نعم، بعض الاولياء يفرحوا بهم، يحسوا يقول لك هو ذكي، هو يفتح الماسنجر ويدخل يوتيوب ويعرف خير مني، يعرف وليدي. نعم نعم، ومرات حتى الوالد والوالدين ما يعرفوش ولدهم اللي يوري لهم وراه رقم الهاتف الفلاني وراه الابليكاسيون الفلانيه. نعم، ولكن هناك مخاطر كثيره. اكيد المخاطر اخويا محمد، كانت نقطه طرقت ليها الاخت المتصله قبل قليل مهمه جدا، انه الطفل يولي ما يرمش. الترميز هذا ماهوش تعبير مجازي كان تحكي عليه، لانه هو التركيز تاعو راح يزيد، والتركيز والتحديق الشديد في الشاشه. داروا دراسات على الاطفال، لقوا انه معدل الترميش في الطفل الطبيعي بين 12 و15 رمشه في الدقيقه، في حين لما يكون حاكم جهاز طابلات ولا لوحه رقميه راح ينقص الترميش تاعو الى 3 إلى 5 فقط في الدقيقه. يعني شوف شحال ينقص الترميش، وبالتالي يصير له تعب في العين، في العضلات تاع العين، وايضا جفاف في العين. والجفاف هذا تاع العين عنده اضرار اخرى على الحاسه تاع البصر، وبالتالي شوف التاثير. هذا الحاجه اللي نشوفوها احنا يا ولدنا راهو مندهش وماهوش يرمش، عندها تاثير حتى على العين تاعو، ممكن يدير له مشاكل في الابصار.
نعم بعض نعم تفضل تفضل نعم. كمل. حتى المشاكل في الابصار تزيد في الليل، لانه في الليل والمشكل الكبير هو انه الاضاءه الخارجيه تكون ضعيفه، ونطفي الضوء يخلي غير المصدر تاع الاضاءه الوحيد اللي هو الجهاز الطابلات ولا الهاتف، وبالتالي التركيز تاع العين يزيد والإضاءة تنقص الخارجية، وبالتالي تتعب العين تاعنا أكثر، ونقدر نشوف بعد سنوات أن الطفل تاعنا الحدة تاع البصر تاعه نقصت. نعم. ونقدر حتى نديروا له النظارات. على هذا الناس اللي عندها أطفال صغار ولا اللي يديروا عدسات للرؤية ولا تصحيح الرؤية لازم يدعموا أولادهم إذا كانوا مضطرين معنا البحوث ولا أمام الكمبيوتر بقطرات اللي تحملهم. نعم. نعم. أنا عندي بعض الأصدقاء عندهم أولادهم لما يعطيه الطابلات يعطيه واحد ليزابليكاسيون يعلمهم اللغة الإنجليزية. نعم. وبعض الأصدقاء عندهم طفل في الثالثة ولا في الرابعة بالعمر ويعني ويتكلم بالإنجليزية بطلاقة، هو عايش في الجزائر إيجابي، ولكن كي. أيضا عنده ربما يخاف عليه من التوحد. التوحد. نعم. نتكلموا عليه فيما بعد، لكن نعم. معنا مكالمة من ولاية وهران. لينا مرحبا بك. أمينة من أمينة وهران. عفوا أمينة من وهران، مرحبا. صباح الخير أمينة. أمينة صباح النور، اسمعينا فقط من الهاتف ومرحبا بك. يسلمك، صباح الخير عليكم، صباح الخير الحاضرين معكم في الحصة. شكرا لك أمينة، تفضلي مرحبا. بغيت نشارك معكم في القضية هذه تاع الأطفال. نعم. أنا عندي زوج دراري. ما شاء الله، ربي يبارك فيهم إن شاء الله. يسلمك، هذا عنده 11 عام والبنت عندها 7 سنين. عم يبكيو على التليفون سير، هاكي تكلمني ليه وهما يبكيو عليه. لا هذا الصغير اللي عنده عام ونص، بصح عندي اختلاف بين الطفل اللي عنده 11 عام والبنت اللي عندها 7 سنين. الطفل الكبير رسوم متحركة يوميا، يجي من القراية يحط المحفظة والرسوم المتحركة ما يعدلهمش كاع. والطفلة؟ والطفلة ورسوم متحركة كنت تسيب كاع ما تشوفهمش، ما تتفرجهمش والو. نعم، أمينة ابنك الكبير هذا اللي في عمره 11 عام ويتشاهد الرسوم المتحركة، واش أضفت له الرسوم المتحركة للمعارف تاعو، المهارات تاعو، لحياته؟ هل درت له إضافة؟ يعني يحكي لغة عربية ولا؟ لا، خلينا من التأثير، هل فيه تأثير إيجابي؟ هل زدت له مهارة معينة؟ هل زدت له الإدراك؟ زدت له الوعي؟ يعني هل هذا الإفراط؟ لا مأثرين فيه في الناحية أخرى، في الحركة اللي يديروهم، في الضرب، في ماشي مأثرين فيه في الدراسة. يعني مأثرين سلباً، لا مأثرين سلباً فيه. نيشان. نعم، أنت زعما عندي مستوى تاعهم مليح في الدراسة، بصح شويه نعم. أنا واقفة معاهم بزاف. نعم. كنا نهملهم غير دقيقة صاي ما يولي ما نعم، سيدة أمينة. نعم سيدة أمينة، الآن ولدك يتفرج بزاف رسوم متحركة، أنت عارفة أنه هذا الإفراط في المشاهدة يأثر سلبا، هل درتي قرارات؟ هل تصرفتي؟ هل تحركتي؟ يعني كي نمنعه من الرسوم المتحركة الشغل ما يباليش، ما يوليش على باله بالقراية. دي فوا حنا نكونوا ناكلوا في الغداء ولا في العشاء هو يخلينا ناكلوا ويجري للتلفاز ويشعله ويدير نيشان رسوم متحركة، زعما يليق نتفرج الرسوم. نعم. انا عيطت من تحكيم الزعمة، هل كاين تاثير تحكيم على الرسوم ولا نخليه نتركه يتفرج؟ مع هذا العام عنده امتحان. نعم. امتحان تاع السنه الخامسه. نعم، هل شاورتي مختصين اجتماعيين، مختصين نفسانيين على في هذا الامر؟ ما نعم، شوفي نعدوك سيده امينه، راح نتكلموا على هذا الموضوع في حلقات مقبله ان شاء الله، لانه فعلا موضوع مهم جدا ويخص مستقبل الجزائر كامل، مستقبل الاطفال هذو، لانه هما اللي راح يكونوا هما اللي يحكموا هذا البلد، فاعتقد انه موضوع مهم سنناقشه في قادم الحلقات. ربي يحفظ لك وليداتك سيده امينه، وشكرا على التواصل. يسلمك، صحيت يعطيك الصحة صحيت وبارك الله فيكم على الحصة. الله يبارك فيك، شكرا لك، ربي يحفظك ان شاء الله. بلال قاطعناك كالعادة. نعم في الخدمة. نعم خويا محمد، فقط كما كانت الأخت تحكي أنه عندها تأثيرات كثيرة، وكنا توقفنا على التوحد، هو ما يديرش توحد ولكن يسموه طيف التوحد، يعني يشبه بزاف للتوحد ولا يزيد فيه. نعم لا هو يعطي يصبح عندهم تصرفات. نعم فرد في الحركة. نعم وانعزال شوي، والانعزال وحتى العدوانية، ما يقدرش يركز، تأخر في النطق. كاين اطفال اللي داروا دراسات وين يعطوهم طابلات وهما صغار ولا ما يعطولهمش، يلقاو فرق في عمليه النطق وحتى تعلم الكلمات وتركيب الجمل. تلقاه يتعلم انجليزيه
اكثر من اللغه العربيه. نعم. تلقيه متاخر في اللغه العربيه وفي الانجليزيه، لا حتى في كلمه النطق نحكي قبل ما يصبح يتكلم هذا الطفل، هذه مهاره بعد ما يولي يتكلم لغه انجليزيه ولا لغه اخرى. ولكن قبل الناس عندها مفهوم بانه هذا الطفل راح يتحسن وراح يتطور، ولكن بالعكس، ولكن ما نجدد انه يكون تحت اشراف تاع الاولياء. ايضا شيء مهم اخر وهو اتصال هذه الاجهزه بالشبكات. انا نفضل اني نعطي له طابلات ماهيش متصله بالواي فاي ولا ماهيش متصله بالهاتف، افضل من اني نعطي له الهاتف اذا اضطريت اني نعطي له ساعه ولا تحت الاشراف تاعي، ولكن ما يكونش مزود باي شبكه، لانه هذه الموجات الكهرومغناطيسيه، الموجات اللي يعمل بها الهاتف ومتصل بها بالشبكه ولا حتى الشبكه تاع الواي فاي المنزليه، خطيره جدا على الطفل. ونحكي على الطفل لما يكون في مرحله النمو ويكون صغير، تاثر بزاف على الجهاز العصبي تاعو، في حين انه حتى المكالمات خويا محمد الهاتفيه اللي تكون طويله ونكونوا حاطينها بجنب الهاتف بجنب الاذن تاثر. وكاين دراسات وين اثبتت فعلا بانه من مسببات سرطان الدماغ. نعم للاسف بلال، وقت الفقره قارب على الانتهاء، يعني في دقيقتين ولا يمكن ان نجمل نصائح لاولياء الامور؟ النصائح هي التطبيقات، يجب ان نشرف على التطبيقات لانه كاين العاب خطيره، العاب تدل على العنف كما شفنا الحوت الازرق ومريم الى اخره اللي وصلت حتى للانتحار. يجب ان نعطوا لهم بدائل، مثلا العاب يدويه تاع التركيب تاع الذكاء اللي ننميو لهم حنايا الذكاء تاعهم. الاتصال تاعهم تقصد العاب اللي ملموسه؟ نعم، لانه الحواس تاعو كامل تشتغل، يلمسها يشمها يمسكها بيدو يشوفها بعينيه يسمع الحركه تاعها. ليزابليكاسيون كاين بزاف، لاحظت بانه كاين العاب ورسومات فيها اصوات كثيره وفيها تغير شديد في الالوان، لو لاحظتوا الاطفال الصغار هذه مضره بزاف لهم لانه الدماغ تاعهم راح يتاثر بهذا التغير الشديد في الاصوات وفي الالوان. ماذا بينا نكونوا تحت الاشراف تاعنا وما تتجاوز ساعتين من الزمن لفوق الخمس سنوات. لا نحتاج المال كي نزداد جمال، يعني الجمال الروح وجمال الشكل لا يحتاج الى كثير مال. صحيح، امر. نعم. مفروغ منه. نعم. ايضا فيه تفاصيل فنيه او يحضر الياس في روحه. مرحبا بك الياس. صباح النور. صباح النور محمد. صباح الخير على جمهورنا الكريم لو يتابع فينا عبر التفاصيل الفنيه. نغوص دائما ونتعمق في تاريخنا الفني الحافل والزاخر بالكثير من الروائع، سواء على الصعيد السينمائي او المسرحي او الغنائي، هناك الكثير من الاشياء الجميله سنحاول التحدث عنها. نعم، اليوم اخترت لنا موضوع مهم جدا. اخترت الحديث عن احد، بل هو اهم دراما تلفزيونية عرضت على التلفزيون الجزائري منذ سنة 1974. لو وضع هذا المسلسل الدرامي على في كفة ووضعت كل المسلسلات التي تبث في كفة، لما يعني تحركت تلك الكفة التي يحملها هذا المسلسل، وهو ملحمة اجتماعية درامية لكيد عرفته، هو مسلسل الحريق. نعم. الحريق أو دار السبيطار اللي أخرجه وقدمه سينمائيا أقول الراحل مصطفى بديع، صاحب أول فيلم سينمائي جزائري، اقتباسا عن ثلاثية الكاتب العالمي محمد ديب، الضال كبيرة، الحريق، والنول. هو اختار شخصية روايتين هي الضال كبيرة والحريق، واقتبس منهما أحداث هذا المسلسل الذي تدور أحداثه خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي، لكن خلال الحرب العالمية الثانية، وهي تعد من أقصى المراحل. صحيح. التي مرت بها الجزائر. الجزائريون. وش رأيك محمد بالمسلسل؟ نعم، حكى الويلات التي عانها الجزائريون. نعم، وروى. نعم، وناقش حتى المشاكل الاجتماعية والعلاقات الأسرية، يعني ما خلى حتى تفصيل في تلك المرحلة إلا وكانت موجودة في هذا المسلسل. صدقني محمد، هذا المسلسل ما تقدر تحكي عليه في ساعة ولا ساعتين، ولا تقدر تحكي عليه في حلقات. نعم. علاقات على مدى يعني ايام. نعم. وايام، وما تقدرش توفي له حقه. روى فصلي اللي مثله في هذا المسلسل اول مره يظهر، وهي ايضا. نعم. يعني لاول مره ايضا في حد ذاتها كانت اول مره تظهر في دور رئيسي في مسلسل، كان سبق لها ظهرت في فيلم للانسبكتور طاهر، لكن كان مرور ثانوي شرفي، مرور يعني عابر كذا، لكن مصطفى بديع كان ذكيا هنا في اختيار الكاستين، خير شفي ابو ذراع، السيده بيا بوزار المعروفه ببيونا حاليا، لحبذا لو كان قاعد في ذلك النمط اللي قدمته في البدايه. قلت كما قلت محمد، اختيار هذا الكاستين
اللي كان في كل وجوه جديدة من أجل إقناع المشاهد. كان قادر مصطفى بديع مثلا بدل أن يختار شافية بوداع يختار مثلا سيدة كلثوم اللي كان في قمة توهجها، سيدة نورية، سيدة فريدة صابونجي، سيدة وهيبة زكال، لكن اختار شافية بودراع لسببين. الأول أنها وجه جديد، وثانيا استطاعت أن تتقمص دور امرأة بشخصية مركبة جدا، شخصية معقدة، امرأة اللي هي تعمل ليل نهار من أجل سد رمق يعني وقود أبنائها، وفي نفس الوقت قاسية جدا، كانت قاسية حتى على أولادها وحتى على أمها، أمها اللي كانت تداول هي وخوها باش يتكفلوا بها. قسوة الحياة خلت العيني تبدو قاسية، وصحت صارت لأن رمزي كل امرأة تعاني، أي امرأة تعاني يقول لك واش أنت اللعيني أنت مثلا يعني. نعم يعني أصبحت بصمة. شوف مصطفى بديع لما دار هذا المسلسل كان يحاكي واقع تاع 39 الأربعين الأربعينات، والمسلسل صور في 74 يعني بعد مرور ربما 34 سنة. هل كان يعتقد مصطفى بديع أنه هذا المسلسل سيعيش لعقود بعد؟ هو كان ربما هو توفى في 2002. نعم ما ظنيتش أنه مصطفى بديع بكل بعظمته وجبروته الفني، قلت لك هو أول من قدم فيلما سينمائيا الليل يخاف من الشمس، ما شكيش اقتنع بأي فيلم مسلسل بعد هذا المسلسل، عدا ربما مسلسل اللي قدمه جمال فزاز المصير الذي قدم سنة 89، كان مسلسل أيضا أقنع المشاهد. يعني في مسيرتنا الدرامية ما شاهدناش مسلسلات كثيرة أقنعت وأشبعت حواس المشاهد مثل هذا المسلسل ومسلسل المصير. واللي أقنعناه هو مع ممثلين مبتدئين ربما لأول مرة يظهروا، سبحان الله يعني مفارقة مفارقة غريبة. لكن ما ننساش بلي مصطفى بديع هو تلمذ على يد الكبار، تلمذ على باش فوزي ورشيد القسنطيني، أقصد في الفنانين والممثلين. طبعا وراهم كان سيناريو قوي تاع محمد ديب ومخرج قوي جدا. نعود دائما نروحوا اتصال نشوفوا مشاهدينا. رونق من سوقهراس، أهلا وسهلا. اهلا مرحبا بك رونق. مرحبا بك رونق، السلام عليكم. لاباس رونق؟ والله الحمد لله. الحمد لله يا رب. تشاهدي البرنامج ديما رونق؟ ايه شاهد البرنامج ديما. منينك رونق؟ من سوق هراس ولا مدوروش ولا صدرتها؟ لا من سوق من المراهنه. من المراهنه، مرحبا بك تحياتنا لكم كامل. انت تشاهدي مع العائله نتاعك ولا وحدك؟ شكون راهي تشاهد معك في البرنامج؟ العائله تاعي. شكون العائله؟ قولي لنا، قولي لنا شكون؟ ماما واختي. ايه تعطينا ماما تنحكوا معها ولا غير ممكن؟ على الهاتف النقال و مرحبا بك ام رونق. مرحبا. يبيك ان شاء الله. كيف حالك؟ لاباس بخير؟ والله الحمد لله. انتم لاباس؟ الحمد لله، ربي يحفظ لك رونق. ام رونق انت شفتي مسلسل الحريق من قبل؟ ودار السبيطار يعني. دار السبيطار ما شفتيش؟ مع الحصه تاع الطابليت تاع واش حبيت تقولنا؟ لا معليش مرحبا، فات الفقره ولكن معليش. ايه شفت الفقره صحيح. نعم راهي تستعمل بزاف الهاتف ولا طابلات؟ لا ما عندها طابلات قليل، وانت تلعبها انت لابس بهدين. مليح احسنت يا رونق ما شاء الله عليك. شاطره. ربي يبارك فيكم ان شاء الله. ان شاء الله وتقرا مليح. كم معدلتها؟ 9 فاصل. الله يبارك، ربي يحفظها لك ان شاء الله ويبارك فيها ان شاء الله. ان شاء الله يبارك فيكم ان شاء الله. وشكرا لك على التواصل، شكرا لك. ان شاء الله خير من عبد الله. الله يخليك، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك. الياس ايضا يعني على في 74 كنا حديثي عهد بالاستقلال، يعني حديث ايضا بالصناعه الدراميه والسينمائيه الدراميه. هذا ربما اول مسلسل جزائري. نعم هذا المسلسل كما قرات يعني في الانترنت هذيك المشاهد الداخليه كلها دارت في نادي الصنوبر، في نادي الصنوبر خدمت لها في نادي الصنوبر في قصر المعارض بالذات المشاهد الداخليه، لكن المناظر الخارجية تورت في مدينة تلمسان لأن الأحداث الحقيقية جرت في مدينة تلمسان. فهنا المناظر الداخلية قدمها الفنان الكبير حسن الشافعي اللي هو صور تلك المناظر مدينة تلمسان، لأنه على فكرة مسلسل الحريق وأول مسلسل عربي خلافا للفكرة التي تروج أنه الدراما الشامية أو الدراما المصرية هي أول من خرجت إلى العالمية المناظر الخارجية. لا المسلسل الحريق وأول مسلسل يصور مناظر خارجية ونشوفوا اللاعينين لما تروح للسوق، وخاش خدمتي ايضا دلاله ايضا في السوق فضلا عن عملها كتخدم في الماكينه وكذا. وين قلت لنا في تلمسان صور؟ في تلمسان ايضا في بني تيم بالعباس، لانه عندنا اتصال من بالعباس. نعم اهلا وسهلا ايه، انت تجي الاتصالات تكثر. ام ايه ام ايه من سيدي بالعباس، اهلا وسهلا.
قال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك غاية. الغاية كي راك انت يا غاية؟ لاباس الحمد لله. كرك ويا محمد كرها اخت سارة. الله يحفظك يبارك فيك. مرحبا بك يا سيدي. انا بنتي ايام هبلتني تقول لي ماما محمد تعوف على الخير عيطي له. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بآية. شحال في عمرها آية؟ 5 سنين تقرأ حبيري. ايه ما شاء الله. وتتفرج برنامج وفعل الخير؟ تتفرج هما يديروا شويه وقت متاخر. تقول لي ماما اليوم نتفرج العمو في زازو عمو محمد. ربي يحفظها ان شاء الله ويبارك فيها ان شاء الله. تقرا مليح آية؟ تقرا مليح وذكيه هي تقرا مليح وذكيه بصح شويه انا بغيت نطلب منكم طالب الاسبوع القادم ان شاء الله ربي يكتب الاخصائيه النفسيه تهضرنا على موضوع الخجل عند الاطفال. دي فوا تكون عندها الفكره تقول لي ماما عندي فكره ما نعرفش باش نقولها. نعم الخجل. نعم الأطفال. نعم ولكن مازالها صغيره لما تبدا تكبر تقدر تدخليها في الكشافه الاسلاميه او تدخليها مسرح. نعم في المسرح. عندي بنتي واحده اخرى عندها 4 سنين نور اليقين مهبلتني. شوفي حق 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 آية ذات نور اليقين في الشجاعه. لازم تعاودي ترجعي لازم ديري لها التوازن ان شاء الله. نيسان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نفكر عليكم بس الاسبوع القادم. اكيد اكيد مواضيع مهمه ونطرحوها ان شاء الله يا رب في المواضيع القادمه. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله تديروا لنا المواضيع الشابين ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك ام آية. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك ان شاء الله. نرجعوا لك ما نزيدش نقاطعك هو اللي قاطعك يكون. نعم مش مشكله. نعم الحريق لحد الان مازال موجود مع كل الاجيال. هو يوثق لمرحله مهمه في تاريخ الجزائر اللي كما كنت تقول انت هي مرحله صعبه جدا مرت عليها الجزائر اللي هو الاستعمار الفقر انتشار ربما بعض الامراض ولكن ايضا كاين الرجوله كاين الانفه كاين وين الكبير محترم وين الصغير يحترم الكبير وين الصغير يحس بوطن ويحس يعني ناقشوا ادق التفاصيل. ادق التفاصيل من خلال أنا سنوضع 4 شخصيات محورية في هذا المسلسل. شخصية اللاعني اللي تمثل قسوة الحياة المرأة المكافحة اللي لقات على عاتقها مسؤولية التكفل بأولادها بعد رحيل زوجها وأمها أيضا وأولادها لازم تكفل بهم. شخصية ثانية عمار اللي يمثل الطفولة المحرومة اللي تأثر بالشخصية الثالثة اللي حنحكيو عليها شخصية حامي سراج وهي أهم شخصية في المسلسل وهو الرجل المكافح المناضل الذي كان يدعو إلى تحرير العقول من أجل استرجاع الوطن من أجل محاربة الفقر والجوع وكل يعني هذاك الوقت كانت ظهور مع ظهور الحركات الشبانية وكذا كان عمر متأثر جدا به. في نفس الوقت يروح ليكول كولونيال المدرسة فيسمع لالجيري فرونساز فالتماك يعني عمر يحس بالحرمان. فهنا نشوفوا الشخصية المحورية الرابعة هي الشخصية اللي جسدتها الفنانة عايدة كشود وهي الزهرة اللي كان يلقى فيها عمر. هي شخصية مرحة شخصية ناعمة فتاة صغيرة جدا عمر اللي يلقى فيها الملجأ العاطفي تاعه يعني كان حب عذري حب تاع اطفال صغار يروح ليها ويقعد يتحدث معها فيضحك تما كنشوفوا ابتسامه عمر. وفي نفس الوقت هنا عايدة كشود سمت روحها اسمها الزهره هنا الى رمزيه الزهره يعني رمز الجمال يعني فيه جرعه تفاؤل في هذا المسلسل عندما نشاهد ذلك التناغم بين عمر والزهره. ايضا هذوما تقريبا 4 شخصيات محوريه اللي عرف كيفاش يختارهم مصطفى بديع من الروايه لانه كاين عده شخصيات في الروايه لكن مصطفى بديع اختار 4 شخصيات وبنى الاحداث بدقه عاليه و يعني وظف عنصر الصراع بشكل رهيب جدا يقولنا هو اهم عنصر في اقناع المشاهد فكره الصراع مع القدر وفكره الصراع مع المستعمر يعني إلياس هم يضحك وهم يبكي حتى ونحن نشاهد المأساة ونحن نبتسم. ضحكنا مع الفنانة بيونة أيوة. فاطمة كما يقول فاطمة تقلالة كان يقول هذاك الوقت تلمو يعني كانت بزاف تحدث واحد النوع من الفكاهة كانت بنية شخصية درويشة نوعا ما. بابايا بوزار كان في عمره 17 سنة فقط لما أدى ذلك الدور المهم جدا وما زال عايش في ذاكرة الجزائريين ليومنا هذا. وهذا هو دور الدراما أنها توفر عنصر الترفيه والتسلية في نفس الوقت أنها تحاكي الواقع ويعني هذا الواقع ماش يكون 100% واقع حتى هنا السيناريست يوظف بعض الأشياء من خياله لكن لا 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 يعني ما يغلبش ليا الواقع ولا يغلب تحول الى فانتازيا او فولكلور يعني كما قلت هذا موضوع يعني ما نقدروش نحكوا عليه في ساعه او ساعتين او ثلاث لانه مهم جدا. يعطيك الصحه الياس على هذا الموضوع. يعطيكم الصحه انتم ايضا على هذه الفقره على تفاصيلك الفنيه الرائعه.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سارة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكل من يتابع فينا، ونتمنى ان شاء الله نكونوا لبينا يعني الكثير من رغباته في مجال الفن كي نرتقي نوعا ما بعيدا عن القرقعة والفنية صحيح. التي ان شاء الله يا رب. وصلنا الى ختام البرنامج، بدي اني نبعث تحية لكل المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا، والمرضى نقول لهم ربي يشافيهم ان شاء الله، لا غير سيدي برياش عبد القادر، ايضا حدوش فريدة اللي نتمنوا لها الشفاء يا رب. ايضا بدي نشكر محمد زهرة الاقصى اللي لبسوني هذا الحجاب، تحية للحجوجي نعيمة، اي عيادي، امينة لحلب، وايضا محمد بوزينة. محمد وصلنا الى ختام البرنامج. نعم. مواضيع مهمة تطرقنا لها من خلال البرنامج اركان المتنوعة. نعم، ونضرب موعد إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفس القناة وفي نفس التوقيت بحول الله. في الأخير فقط نعزيو عائلة الحاج رابح حميدي، مدير مؤسسة رحماء بينهم، وأيضا يعني مؤسس جمعية الغيث الخيرية اللي توفى اليوم صباحة اليوم بعد سكتة قلبية بعد صلاة الفجر، وهو في رحلة خيرية يقود قافلة إلى ولاية الجلفة. مسعد ربي يرحمه، نعزو العائلة تاعو كامل، ونعزو أيضا كل العاملين في الحقل الدعوي والخيري على وفاته، ربي يرحمه برحمته الواسعة. نفترق على الخير لنلتقي دائما على الخير. جمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.